فاضل لنا بالظبط 5 أسابيع. المحاضرة بتاعت الأسبوع دوت بتتكلم على الثيرموداينامكس بروبرتيز. وبعد كده في عندي الأسبوع اللي بعديه هيبقى الإنرجي اللي هو الهيت والورك والفيرست لو. وبعد كده هنتعلم مع بعض اللي هو البيور سبستانس في الويك ال 11. المفروض الويك 12 ده هيكون فيه الأسبوع ال 12 هيبقى فيه الكويز الثاني. أنا بعت لكم مع المندوب امبارح المواعيد. هناخد فيه كمان المحاضرة بتاعته هتبقى الأيدل جاز. واخر اسبوع هنراجع على الكلام ده عن طريق ابلكيشنز على كل المعلومات اللي احنا اتعلمناها مع بعض خلال الاربع محاضرات دول. طيب بالنسبه لمحاضره النهارده بتتكلم ايه هي الثيرموداينامكس وليه احنا بنتعلم ثيرمال انجينيرنج اصلا وايه هي البروبرتيز اللي احنا عايزين نتعامل معاها واحنا شغالين في الجزء بتاع الثيرموداينامكس وايه هو الفرق ما بين حاجه اسمها ستيت واكليبريم. طيب مبدئيا خالص ايه هو الثيرمودينامكس؟ الحقيقه ان علم الثيرمودينامكس ده بيدور على الطاقه. الطاقه دي ازاي استخدمها وازاي استخدمها بطريقه افيشنت او بطريقه رشيده، وهل هنا اقدر احول الطاقه من صوره الى صوره، وايه حدود التحويل ده؟ يعني انا اقدر احول بنسبه 100% ولا 50% ولا في حدود ولا في دايركشن ولا ايه اللي بيحدد طريقه انتقال حراره انتقال الانرجي من صوره الى اخرى. زي ما انت حاليا بتشوف اي جهاز موجود دلوقتي بتشتريه من الماركت هتلاقي ان هو لما يكون غالبا بيتعامل مع الطاقه، زي مثلا سخان كهربي، زي تكييف، دايما بيبقى عليه كده زي ليبل كده بيقول لك والله الانرجي افشنسي، وده توبيك دلوقتي مشهور في العالم بيتكلم على الافشنسي. لكن الحقيقه انه الغرض الاصلي من الجهاز ان لازم يحقق الغرض منه. يعني لو انا عندي عربيه الهدف الاساسي منها ايه؟ انها تنقلني من مكان لمكان، فيبقى الهدف دلوقتي بالنسبه لي هو الباور. حاجه ثانيه، لو انا عندي سخان كهربي الهدف انه يسخن الميه، لكن ده كان هدف مبدئي زمان اول ما اخترعوا الجهاز دوت. لكن بعد شويه الناس بيقول لك لا، طب انا هصرف عليه كام؟ هيكلفني كام؟ هنا بقى دخلنا في حته الافشنسي. هل انا عشان اشغل العربيه دي محتاج وقود، محتاج بنزين، محتاج سولار، طيب او ديزل، طب هحط كام في مقابل ان انا احصل على نفس الاداء دوت؟ يعني لو انا عايز اتنقل مثلا من هنا لاسكندريه، طيب هتملى كام مره بنزين؟ ما هو ده معناها الافشنسي. كمان الدنيا اتطورت، ما بقاش برضك الافشنسي بس وخلاص، لا، ولا الباور وخلاص، لا، ده كمان في موضوع كمان تاني، البيئه. هل النتيجة الانجن ده اللي بيشتغل او المحرك اللي بيشتغل او العمليه دي، هل بينتج عنها تلوث للبيئه؟ ده في ملوثات للبيئه. طب احنا ايه الليميتس؟ على الاقل يكون كام او ماكسيمم يكون كام؟ يبقى في الاخر دلوقتي احنا بندور من ضمن الاهداف لتعلمنا للثيرمودينامكس ان احنا نتعرف على ازاي نحقق الفانكشن اللي هو الباور المطلوب مني، ازاي نحققها باعلى كفاءه ممكنه، وفي نفس الوقت ما نكونش العمليه دي تسبب تلوث البيئه او على الاقل اقل ممكن من تلوث يحدث نتيجه هذا العزيل العمليه. طب الكلمه جت منين؟ هي كلمه غريبه شويه، ثيرمودينامكس جت منين؟ يعني كلمه ثيرم معناها حراره باللغه اللاتينيه، وكلمه داين معناها كلمه باور، فهي يعني كانك بتقول ازاي احول الحراره الى شغل. يعني الفكره كلها او معنى الكلمه معناها كان ازاي هحول الحراره الى شغل. لانك لو بصيت كده على الانرجي اللي موجوده في الدنيا اصلها ايه، هي جايه من الشمس، والمصدر ده عباره عن حراره. هو البدايه بتاعت كل الانرجي هي جايه اصلا من هنا، وبالتالي احنا ازاي بقى بيبدا الانسان يستفاد من هذه الحراره، او هو باي ديفولت الطبيعه ربنا خلقها معموله بانها تحول الحراره دي الى اشكال اخرى، زي مثلا حراره الشمس لما تيجي على البحر تطلع يتبخر الميه، الميه تتبخر تطلع في سحب، السحب تبدا تعمل امطار، الامطار تتجمع في بحيرات على جبال او حاجه، يبدا في منحدر، ايه ده؟ ده بقى اتحولت لبوتنشال انرجي، ومن الانرجي ده اقدر استفاد بيها انها في المجرى ده اعمل فيه سد ولا حاجه واطلع اشغل تربينه انا كبشر، ده اللي احنا عملناه. او احنا ممكن نستفاد بالقصه دي نشغل بيها ويل، او الحركه جت منين؟ جت ان في بوتنشال انرجي اتحركت لكاينتيك انرجي، فهي اصل المواضيع هيت وتحولت من صوره الى صوره. طيب الابلكيشنز بتاعت الثيرمال انرجي الحقيقه انها موجوده في كل حياتنا اليوميه. احنا كبني ادمين، ما هو الاكل اللي بناكله دوت ده ما هو نوع من انواع الطاقه، وبيتخزن جوه جسمنا بشكل معين، وبيتحرق جوه الخلايا بشكل معين عشان في الاخر يدينا الطاقه اللي هي ان احنا نتحرك. فالاكل ده عباره عن هيدروكربونز،
وفي منها من بروتينات و بتحرق جوه الخلايا عشان في الاخر نحصل على القدره على انك تقدر تعمل شغل، تروح الشغل، الكليه، تذاكر، كل دي ابلكيشنز على العلوم اللي هي الثيرمو انجينيرنج اللي هي جواها الثيرمودينامكس والهيت ترانسفير. جهاز التكييف سواء صيف او شتاء، ما هو بيتعامل مع الحراره، بيتعامل مع الشغل، بيتعامل مع الانرجي. طيارات، ما فيش طيارات بتطير لما باستخدام وقود وانجن وفي تعامل مع الحراره، وازاي ادفي الركاب اللي موجودين، كل دي ابلكيشنز. طب ما انا برضك انا عايز حاجات ليها علاقه بالكهرباء. برضك انت عندك الدوائر الكهربائيه دلوقتي بينتج عنها وجود اي كرنت ماشي في اي سلك بينتج عنه حراره. ما هو لو الحراره دي زادت عن حد معين الاداء بتاع الجهاز ده مش هيبقى مظبوط، او انه ممكن يحصل له فيلير. فانا عندي مثلا البروسيسور بتركب عليه بقى اللي هو شفته اللي فيه فك بروسيسور قبل كده او ركبه قبل كده، هتلاقي ان هو بيتركب عليه حاجه اسمها سينك اللي هو عباره عن زعانف او فنز، بحيث ان انا اقدر انقل اكبر قدر من الحراره منه بطريقه سهله. طب ولو ما نفعش بالفري كونفكشن، انا ممكن احوله لفورس كونفكشن عن طريق ان انا اجيب فان او مروحه، عشان كده دايما السينك بتلاقي عليه كده ايه مراوح. طيب لو انا عندي سخان كهربي، طب ما هو من ناحيه هو كهرباء، بس هو من ناحيه تانية هو هدفه انه يحول الكهرباء دي الى حراره. طيب الترانسفورمر اللي هشتغل فيكو في محطه الكهرباء، هتلاقي انه في جزء من شغله هيبقى ليه علاقه بالترانسفورمر. الترانسفورمر ده عشان يحول الانرجي اللي هي عباره عن الفولت والامبير من ليفل معين، سواء بيعمل ستيب اب ترانسفورمر او ستيب داون ترانسفورمر، هتلاقي ان انت في الحته دي انتقال حراره. ولو الترانسفورمر درجه حرارته زادت عن حد معين هيحصل له فولت او هيبوظ او هيحصل مشكله، فلازم نعمل له عمليه تبريد. طب والتبريد ده يتحسب ازاي؟ هتلاقي انك عشان تعمل الحسابات بتاعتك في النهايه محتاج لترجع للعلوم بتاعت الثيرمال انجينيرنج، اللي هي هتحسب من ناحيه الهيت ترانسفير شويه معلومات، هتحسب من ناحيه الثيرمودينامكس شويه معلومات. زي ما شفنا التكييف، اي الكتريك موتور لو خدت بالك كده، الكتريك موتور وهو الكيسنج بتاعته وبصيت عليها هتلاقي عليها فنز زعانف، في كده من الاخر مروحه بتحاول تبرده، لان لو درجه حرارته زاد عن حد معين برضك هيبقى اداؤه مش مناسب او ممكن يحصل له فيلير. العلوم التطبيقيه في الطيران والطيران الحربي والحروب والحاجات ديت، هو نفس الكلام، انا ازاي بستفاد بانه انا عايز ادافع عن المنطقه اللي انا فيها، بستخدم صواريخ عشان لو في طياره حربيه معاديه يبقى الصاروخ ده يروح ايه ضارب الطياره دي. ما هو بيعرف منين؟ عباره عن سنسورز. طيب والسنسور دي بتحس بايه؟ بتحس بالحراره. فبتعمل ديتكشن للعادم اللي خارج من الطيارات الحربيه، يمتمشي وراها لغايه لما توصل للطيار. طب وفي بقى كمان ايه الحاجه والانتي بتاعتها، يوم الطيار ممكن يعمل ايه؟ يقذف مقذوفات كده عن طريق الطياره حراريه تضحك على الصاروخ ان هي دي الطياره، فيروح يضرب في الايه في الحاجات اللي هو رماها دي. طيب وازاي نعمل الديتكتور يتاكد هل هي دي الطياره فعلا ولا دي؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. كل الحاجات دي محتاجه تكون انت عندك البيزكس بتاعه الثيرمال انجينيرنج عشان تقدر تصمم الكلام ده او تتعامل مع الكلام ده. من ضمن التطبيقات الجديده اللي موجوده في العالم دلوقتي اللي هو الفوتوفولتيك. فوتوفولتيك زي ما انت عارف انها بتحول الضوء اللي جاي من الشمس بتحوله الى كهرباء. ده كلام جميل، وتطبيقات بتاعتها في الدول الاوروبيه كويس جدا. ايوه ليه؟ لانه الجو عندهم بارد، مفيش مشكله، ما عندهمش اصلا حراره عاليه. فالاداء بتاع الفوتوفولتيك في الدول دي كويس جدا. تعالى بقى هات الفوتوفولتيك دي وهاتها مصر او الدول العربيه. احنا موجودين في حاجه اسمها الحزام الشمسي، طب ما ده حاجه كويسه، انت عايز شمس طول النهار موجوده، يعني هيبقى عندك قدره انك تطلع منها انرجي كويسه. بس انت عندك مشكلتين اتنين. مشكله الحراره، انت الحقيقه مش عايز حراره عاليه قوي، لان الفوتوفولتيك دي كل ما التمبريتشر بتعلى للاسف ادائها الافشنسي بتاعتها بتقل، يعني الناتج منها هيقل. طيب وايه كمان؟ عندك كمان التراب، ما هو لو اتغطت بالتراب هتبقى في عندي ايه مشكله. الحاجه الثانيه ان الفوتوفولتيك عموما هتشتغل طول ما في شمس او في ضوء. طب وبالليل؟ فهنحتاج لحاجه اسمها تخزين. حاجه ثانيه، الفوتوفولتيك دي شغاله بحاجه اسمها دي سي كارنت. طب ما احنا شغالين دلوقتي كل الاجهزه بتاعتنا شغاله مش دي سي كارنت، لا شغاله اي سي، فانا محتاج اعمل كونفرشن، اعمل كونفرتر للدي سي لاي سي. طب ما هو العمليه دي برضك بيبقى فيها حراره، طب هعمل مانجمنت الحراره دي ازاي؟
طيب هتخزن الحراره دي في بطاريات. الحقيقه ان البطاريات عشان تبقى كويسه وادائها كويس وتعيش معاك فتره كويسه محتاجه التمبريتشر بتاعتها ما تزيدش عن 20 17 في الرينج ده. طب ما هو الجو عندنا احنا في مصر مثلا معظم الوقت درجه حرارته اعلى من كده. طب والحل ايه؟ هل ممكن نعمل تبريد للبطاريات دي؟ هل نعمل تبريد للفوتوفولتيك؟ طب ما هو القصه دي داخله تبع مين بقى؟ اهو الثيرمال انجينيرنج، وازاي ان انا ابص لي السيستم دوت من ناحيه الثيرمال انجينج بحيث اخلي الافشنسي بتاعته اعلى ما يمكن وادائه ويعيش معايا فتره طويله. حاجه تانية من ضمن الابلكيشنز اللي موجوده او اللي احنا المفروض نتعلمها، اي نعم احنا كقسم كهرباء بس برضك احنا محتاجين نتعلم الحاجات دي معانا. احنا عندنا في حاجه اسمها السيرفرز اللي موجوده بتبقى على سكيل كبير في البيلدينجز. طب ما انا ممكن استفاد بالسيرفرز دي، بينتج عنها حراره عاليه جدا في الشتاء مثلا بره بيعملوا ايه، استفاد بالسيرفرز دي اجمع الحراره دي وابدا اعمل بيها كونديشننج، اعمل تدفئه للبيوت. دي طريقه. طيب كمان دلوقتي العلم المشهور دلوقتي بدا يبقى موجود في كل الابلكيشنز حاجه اسمها علم الميمس اللي هو مايكرو الكتريكال اند ميكانيكال سيستمز. لو انا ممكن زي ما شايف كده الصوره دي باينه عندك كده يا باشمهندس، الصوره باينه ولا مش باينه؟ تمام. شايف الترس على سكيل قد ايه؟ مايكرو، حاجات بالمايكرو، يعني الترس نفسه تصنيعه اصغر من زي ما شايف الحشره الكبيره دي. شايف ازاي؟ فدي ابلكيشن من ضمنها. انا ممكن اعمل انجنز، اعمل محركات على السكيل دوت، يعني هحط وقود واحرقه والوقود ده يحرك تربينه على سكيل ايه؟ على سكيل الصغير دوت. طيب زي ما انت شايف السكيلز كلها صغيره جدا اهو، ادي الميمس ده هيدروجين جنريتور بيطلع هيدروجين، بس شايف الدايمنشنز بتاعته مقارنه بالعمله. شايف الفرق المساحه او الدايمنشنز عامله ازاي؟ من ضمن الابلكيشنز برضك دلوقتي احنا عارفين موضوع الدرونز. درونز كلها محتاجه كهرباء او شغاله حاليا بالمراوح اللي هي شغاله ببطاريات وكده. طب ما هو وزن البطاريه دي مشكله، فانا عندي حاجه اسمها الباور تو ويت ريشيو. يعني ايه؟ يعني انا هنتج باور قد ايه من الجهاز بتاعي ده ووزنه قد ايه. فانا ما ينفعش هطير حاجه وزنها تقيل جدا لانه هيكون نتيجه انها مش هتعرف تطير اصلا. فمن ضمن التحديات في الدرونز او اللي هو الكواد كوبتر والحاجات ديت ان انا عندي البطاريه ليها وزن. هل في طريقه تانية؟ بداوا يفكروا في حاجه اسمها ان انا استخدم حاجه اسمها جاس توربين على سكيل زي ما انت شايف كده، دي 1 2 3 4 جاس توربينز بنفس الفكره. ليه؟ لان الوقود وان كان ليه وزن لكن الباور اللي خارجه منه اضعاف اضعاف. لو انا بتكلم على بطاريه في حاجه اسمها الانرجي دينستي، يعني انا مثلا لو انا عندي 1 كيلو جرام من اليورانيوم يطلع لي انرجي كام، بعكس لو انا مثلا عندي 1 كيلو جرام من الهيدروجين طلع لي كام، لو انا عندي 1 كيلو جرام من البنزين طلع لي حراره قد ايه، لو انا عندي 1 كيلو جرام بطاريه ها طلع لي كهرباء قد ايه. شايف الريشيو دي مختلفه. فبداوا يفكروا في حكايه ان انا ممكن اعمل جيت انجنز بس على 4 مايكرو جاس توربينز، هم عباره عن 4 مايكرو، وبالتالي ايه الوقود اللي هشيله هيبقى اقل. عشان كده معظم الطيارات حاليا اصلا طياره في العالم معتمده على ايه؟ على جاس توربينز، وبتشيل وقود وتقدر لان المكنه دي الباور تو ويت ريشيو بتاعها عالي، يعني تطلع باور كتير جدا من ويت قليل. فده من ضمن الايه الابلكيشن. ممكن نوصل بالمايكرو جاس توربين زي ما انت شايف سكيل بنتكلم تقريبا على قد الكوين. فده من ضمن الابلكيشنز اللي احنا ممكن نتعامل معاها. فاللي انا عايز ابص عليه ان انتوا ما تاخدش الماده انها ماده جافه وان الماده دي يا عم انا مالي ومالها ولزمتها وانا قسم كهرباء. لا، دلوقتي العلوم ما فيش حاجه اسمها قسم كهرباء وميكانيكا والكلام ده كله. المواضيع داخله كلها على بعض، والسوق عايز اللي يقدر يمانج كل الحاجات دي ويبقى في دماغه وازاي استفاد من كل الكلام ده ويبقى عنده البيزكس عشان يخش في التطبيقات الجديده. العالم دلوقتي رايح تطبيقات اعلى وكومبلكس مور كومبلكس، فداخل فيها كل العلوم دي. فلو انا اعتمدت بس على شويه معلومات انا خدتها في الكليه مش كفايه، ان هنا الكليه بس بتديك البيزكس، المعلومات اللي تقدر تبني عليها بعد كده بقيه كارير بتاعك. من ضمن الحاجات دلوقتي ان انا ممكن اعمل عمليه جراحيه بجهاز برضك زي ما انت شايف كبسوله بالمنظر ده، جواها كاميرات، جواها دراع بيتحرك ويعمل ويقص سكيل كله زي ما شايف كام، كل الكبسوله من اولها لاخرها تقريبا 20 مللي. زي ما انت شايف تخش مع الدم او يبلعها المريض تخش جواه ها، وتبدا تعمل من بره في كنترول عليها ويبعت لها سيجنال لغايه لما توصل للمكان اللي انت
عايز تعمل له كطبيب، عايز تعمل له جراحه. فزي ما انت شايف التداخل ما بين الهندسه وبين الطب، وازاي ان انا بستخدم كل الامكانيات اللي عندي. حاجات اكيد في هنا ويفز، وفي اتصالات داخله مع الكبسوله دي، في اميتر وترانسميتر، وفي حاجه بتستقبل السيجنال عشان تفهم الكبسوله دي انها هتروح يمين ولا هتروح شمال. طب وهتحركها ازاي جوه؟ اه ده في حاجات جزء ميكانيكال. طب والحراره هتحصل فيها ايه؟ والضوء ده جزء حراره. فالمواضيع كلها كعلوم مترابطه مع بعض. فانا حبيت من البدايه دي ان اوريك اكزامبل على ابلكيشن للثيرمال انجينيرنج. من ضمن الحاجات اللي طالعه جديد دلوقتي موضوع اللي هو التجسس، اللي انا ممكن استفاد بيه سكيل صغير جدا زي ما انت شايف كده. ممكن تخيل دي كانها حشره صغيره، لكن هي الحقيقه انها جهاز متصمم ان هو يبقى عليه كاميرات ويعمل تجسس، يعني بيسموها سباي درونز او انسكت سباي درونز. الجديد كمان فيها ان بدل ما انا اعمل كل الجهاز ويكلفني وحركه ومش عارف ايه، طب ما انا استفاد اصلا بان انا عندي نحله او عندي نمله او عندي ذباب او حاجه زي كده، ان انا اتحكم فيه. ايه ده يعني اتحكم فيه؟ زي بيجيبوا الحشره نفسها ويتعاملوا معاها من ناحيه البيولوجي، وفي نفس الوقت يحولوا الكلام ده الى سيجنال، والسيجنال دي تروح على مايكرو كنترولر ويتحكم في السيجنال بتاعت الكلام ده، بحيث يتحكم يبعت لها هي اشارات، يقوم يتحكم في الحشره نفسها تروح يمين شمال تطير، ويركب عليها الكاميرا. وبالتالي هو وفر ان انا عارف وضامن ان الحشره دي اصلا بتطير وتقدر تمشي مسافات طويله، جاست انا متحكم فيها لمصلحتي كأنا عايز اتجسس على حد او اصور حاجه معينه. ده شكل الايه الابلكيشنز. الدنيا راح على فين؟ طيب خدتكم عيش في مقدمه يمكن كبيره شويه، لكن بس حبيت اورينا اننا شغالين في معلومات مش لها يعني لاش لازمه، لا ليها لازمه وليها تطبيقات احنا ممكن نستفاد بيها حاليا. طيب من كسمبل كده الثيرموداينامكس بيتعامل مع ايه؟ اللي احنا بندور ازاي نتعامل ما بين الهيت الحراره وبين الشغل. الحقيقه انه الدايركشن لو انا هنقل الحراره دي وفي الاخر هقدر احولها الى شغل، الدايركشن ده بيسموه ايه؟ بيسموه الباور جنريشن. فانت ممكن لما تتخصص من الكليه دي وتتخرج، لو دخلت قسم باور مثلا، تبقى تشتغل في محطات الكهرباء. محطات الكهرباء دي تحت بند ايه؟ حاجه اسمها الباور جينريشن، ان انا ازاي هحول الهيت الى شغل. او لو انا اشتغلت في محطه مثلا زي البنبان اللي عندي فوتوفولتيك، طب ما هو نفس الكلام، هحول الضوء اللي جاي لي من الشمس واخد بالي من الحراره في ان انا حولتها الى شغل او كهرباء. ده العمليه دي او الجهاز ده او المكنه اللي شغاله بتعمل القصه دي بنسميها ايه؟ بنسميها حاجه اسمها هيت انجن، بنسميها هيت انجن. طيب لو انا ماشي العكس، يعني ايه؟ لو انا همشي في سكه ان انا هستهلك الكهرباء دي، يعني هاخد الكهرباء اللي انا ولدتها او اتولدت عندي في محطه الكهرباء وراحت على الشبكه القوميه، ايوه بقى هستفاد بيها ازاي؟ انا ممكن اشغل بيها تكييف، انا ممكن اشغل بيها كمبيوتر، انا ممكن اشغل بيها كذا كذا كذا. العمليات دي كلها اسمها ايه بقى؟ انا ماشي بحول الكهرباء او الشغل بحوله، نتيجه العمليه التحويل دي بينتج عنها حراره، او انا ببقى عايز منها عمليه تبريد مثلا تكييف. طب ما انا هكيف المكان، او انا في الشتاء هستخدم التكييف انه يدفي المكان. فالعمليه دي بنسميها ايه؟ عمليه ريفريجريشن. الجهاز اللي بيقوم بالعمليه دي بنسميه هيت بامب او ريفريجريتور. واضح يا شباب الكونسبت العام للثيرموداينامك ساينس؟ اي سؤال لغايه دلوقتي؟ باشمهندسين معايا ولا الخط قطع ولا الدنيا عامله ازاي؟ تمام يا كابتن. مع حضرتك اي سؤال لغايه دلوقتي؟ لا تمام اوكي. طيب الثيرموداينامكس كمان بتساعدنا ايه او اتعلم فيها ايه؟ انه العمليات انتقال الحراره دي او انتقال الانرجي من صوره لصوره ليه دايركشن. مفيش حاجه اسمها انتقال حراره هيحصل من درجه حراره قليله لدرجه حراره عاليه، ده باي ديفولت. يعني لو انا جبت كده كوبايه فيها قهوه سخنه اهو عند 70 وسبتها في الجو اللي عند 20، ايه اللي هيحصل؟ في انرجي هتخرج من الكوبايه ديت وتروح للجو، في هيت حراره، الكوبايه دي مع الوقت هتبرد وتروح للجو، ده الديفولت. هل ممكن يحدث العكس؟ هل ممكن الاقي لوحدي كده حاطط كوبايه على الترابيزه كده ولوحدها سخنت من 20 بقت 70؟ مفيش حاجه اسمها كده. لو جيت بصيت على قطعه من الثلج، الثلج دي عند درجه حراره مثلا لتكن كام؟ ناقص 20، ايه اللي هيحصل فيها؟ خدتها من الفريزر طلعتها كده في الترابيزه، الجو عند 20، ايه اللي هيحصل لها؟ هتبدا درجه حرارتها تزيد. جت منين؟ ان الجو عمال يديها هيت، يديها انرجي.
في صورة هيت، فيبدأ درجة الحرارة تزيد، ناقص 19 ناقص 18 ناقص 15، إيه ده ناقص 10 ناقص 5، إيه ده بقت زيرو، بدأ يحصل لها انصهار، التلج بدأ ينصهر، تحول من سوليد إلى ليكويد عند الزيرو، مع كده يبدأ المية تسخن لغاية لما توصل لغاية 20. دايما دي في دايركشن للإنرجي من رايح في اتجاه معين. حاجة تانية، لو أنا عندي شلال، طب ما هو الشلال ده عبارة عن إيه؟ مية ليها بوتنشال إنرجي على ليفل معين، لو سبتها هتقع مني لتحت. هل ممكن تعمل عكس؟ أنا ممكن أعمل عكس بس بشرط في مؤثر هيحصل. يعني إيه؟ يعني أنا عشان أرفع المية من تحت لفوق أنا ممكن أجيب مضخة، بس لوحدها المايه مش تطلع، امال ايه اللي هيحصل؟ المضخه ديت عايزه كهرباء عشان تشغلها، عشان الكتريك موتور، زي ما انت شايف في البيوت بيجيبوا في كل عماره كده، تحت في العماره هتلاقي ايه، ترومبه مايه. ترومبه مايه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكتريك موتور بتركب على ترومبه بامب، يعني ترفع المايه للدور العاشر وال12 وال15 وهكذا. بس الكلام ده محتاج كهرباء، يبقى عشان امشي لعكس الدايركشن بتاع الطبيعه في انبوت هيحصل. نفس الكلام عشان احول المايه دي لتلج هحطها في الفريزر، طب ما عشان يشتغل الفريزر ده محتاج ايه؟ اهو كهرباء هتحطها للثلاجه. نفس الكلام عشان توصل الميه اللي عند درجه حراره 20 لهوت كوفي هتحطها في كيتل تسخن بيه، يعني كهرباء، او لو هتستخدمها بالبوتاجاز يبقى انا كده عندي هسخن بيه وقود، يبقى هعمل عكس الدايركشن، وبالتالي في عندي هنا عمليه عكس الدايركشن بتاع الطبيعي، يبقى هبذل مؤثر على السراوندنج. طيب نيجي لاول حاجه عشان نتعامل مع مسائل الثيرموداينامكس، حتى مسائل الهيت ترانسفير اللي انت شفتها قبل كده. الحقيقه ان لازم ابدا بتعريف حاجه اسمها السيستم. يعني ايه تعريف السيستم؟ الحقيقه ان انت كمهندس اول خطوه مفروض تعملها في اي بروجكت، سواء انت كهرباء عماره ميكانيكا واتيفر، اول خطوه لازم تعرف فيها ايه هو السيستم، يعني ايه هو الجزء من الكون ده، من الكون اللي انت عايش فيه ده، اللي انت مهتم بيه دلوقتي. الحدود بتاعته فين وايه اللي جواه، هو ده اللي انا عايز ادرسه. فالجزء اللي انا هدرسه من الكون هو ده اللي بالنسبه لي السيستم، بيحيط بيه حدود. طيب ما خارج هذه الحدود بنسميه ايه بقى؟ بنسميه سراوندنج. ما خارج هذه الحدود بنسميه سراوندنج. يبقى في حدود اهي، انا بتكلم على الشكل اللي انت شايفه قدامه دوت اهو، في حدود اهي، دي بنسميها الباوندري، الحدود اهو. الحقيقه ان ده صوره من ايميل كانت بعت لي من شركه اسمها تربودن، كنت بتكلم معاهم على شغل، فقالوا لي ايه؟ احنا هنبعت لك اهو، شايف الحدود بتاعتنا هي دي، وقال لك الشغل بتاعنا اهو، السكوب بتاعنا هو ده. هم مسؤولين عن مين؟ عن اللي جوه ده، المكونات دي كلها هم مسؤولين عنها. لكن انا من بره كسراوندنج انا هورد لهم اكزوست جاز، هسلم للجهاز بتاعهم ده اكزوست جاز. انا محتاج يبقى عندي كمان كولينج تاور، ده جهاز هنشوف بعد كده، لكن ده تبعهم هم؟ لا ده تبعنا، ده سراوند. طب هم هيطلعوا لي ايه من السيستم ده؟ يطلعوا لي كهرباء. جميل جدا. اذا تعريف السيستم الاول هو رقم واحد في اي حاجه، يعني اي عقد انت بتمضيه، مثلا رحت اشتريت شقه، فالعقد بيقول لك ايه؟ الشقه دي حدودها كذا كذا كذا، مساحتها كذا كذا كذا، الحد الغربي بتاعها كذا، الحد الشرقي كذا، الجار من ناحيه كذا، ممنوع تغير في شكل الواجهات او ينفع تغير في وجه الشقه، الدور بتاعها كذا، فبيعمل ديفينيشن هو فين انت السيستم بتاعك. اشتغلت في مشروع مثلا استشاري مثلا كهرباء، هيقول لك والله ادي الفندق اللي احنا هنعمل له توصيل الكهرباء فيه، ابعاده ايه، مطلوب مني كام دور، الزون الاولانيه مطلوب منها ايه وابعادها ايه، وبالتالي انا مطلوب مني في كل سب سيستم صغير ايه اوصل كهرباء بنوعيه عامله ازاي. نفس الكلام، تعريف السيستم رقم واحد هو فين الحدود اللي في الكون دي اللي انا بدور ادرسها. ممكن يكون جواها سب سيستمز، وبالتالي انا عندي في الاخر على بعض كده، انا عندي سيستم مكان ليه حدود، الحدود دي هي بتفرقه عن حاجه اسمها المحيط بيه اللي هو السراوندنج، ويهمني هو من جوه اداؤه ازاي هدرسه بعدين، بس رقم واحد احدده الاول. فاول مسائل لما تجي لنا لازم نحدد اول حاجه السيستم ده. الحقيقه ان السيستم ده ليه انواع. اول نوع من السيستم ده اللي هو حاجه اسمها بيسموها ايزوليتد سيستم. يعني ايه كلمه ايزوليتد سيستم؟ احنا في الماده دي هنتعامل مع مينلي ثلاث حاجات مهمين او رئيسيين، حاجه اسمها الشغل الورك والهيت كانرجي والماس الكتله. السيستم ده اللي بنسموه ايزوليتد سيستم الحقيقه لا يتبادل، مفيش اكستشينج،
ما بينه وبين السراوندينج لا كتلة ماس ولا هيت حرارة ولا شغل ورك، مفيش تبادل معه. طب وفي يعني حاجة كده في الدنيا موجودة؟ احنا بنعتبر الكون ككل بقى، الكون اللي احنا عايشين فيه ككل نعتبره فعلا نظام isolated، يعني علماء بنين فرضيات بتاعتهم على هذا الأساس وبيحلوا معادلات بيزد على هذا الأساس. إذا في معادلة ليها علاقة بالكون، أيوة طبعا في معادلة ليها علاقة بالكون. طيب وبالتالي السيستم ده كله بالنسبة لنا بيعتبره إيه؟ الكون ده لا بيخش له من براه حرارة ولا بيخرج منه حرارة، لا بيدخل له شغل ولا بيخرج منه شغل، لا بيتبادل ماس مع حاجة خارجه منه. فده يعتبر مثال واضح وصريح على حاجة اسمها isolated system. ولكن انت معمليا ممكن تعمل system يسموه isolated، يعني لو قدرت تجيب فوليوم معين وتعمل له عزل كويس جدا، طبعا مش حاجة اسمها عزل بيرفكت، ولكن يعني لو قدرت تعمل عزل كويس جدا كده انت منعت عنه اي انتقال حرارة من بره لجوه، ولو بالتالي مفيش تبادل للشغل ولا عملت اي تواصل بينه وبين السراوندنج من ناحيه الماس، وبالتالي هو فعلا نظام ايزوليتد. طب ولو احنا غيرنا شويه من الشروط، يعني ايه؟ يعني سيبناه يتبادل حراره او شغل مع السراوندنج، بس بشرط انه لا يعبر الباوندري بتاعته ماس. تاني الشرط بتاع النوع التاني اللي بيسموه بقى كلوزد سيستم، انا ممكن اتبادل مع السراوندنج هيت، انا ممكن اتبادل مع السراوندنج شغل، لكن ما فيش حاجه اسمها اتبادل معاه ماس، ممنوع. يبقى لو انا عندي سيستم بالمنظر زي ما انت شايف ايدك اليمين اهو، انا عندي مكبس واسطوانه، المكبس ده عباره عن جواه كان الاسطوانه جواهم غاز مثلا ولتكن 2 كيلوغرام، حجمهم كان 1 متر مكعب، رحت انا مسخن بايه؟ بفليم، بلهب. ايه اللي هيحصل؟ الغاز ده هيسخن فهيبقى عايز ضغطه يزيد فهيتبدد اهو، فالفوليوم عمال يزيد بقى 3 متر مكعب. ايه ده؟ يعني لو بصيت كده على الباوندري، كانت فين الباوندري؟ اهي لو انا برسم كده الباوندري بتاعتي، الحدود بتاعتي اهي، كانت هي دي الباوندري بتاعتي. ايه اللي جرى لها؟ تمددت. في حاجه اسمها فليكسبل باوندري، الباوندري بتاعتي بيحصل فيها تمدد. لكن واحد عنده شقه، لا الباوندري بتاعته ثابته مش هتغير. عنده تانك الفوليوم بتاعه ثابت، وبالتالي مفيش عندي تغير في الباوندري. لكن هل ينفع تتبادل مع السراوندنج ماس؟ لا، قال لك ممنوع تتبادل ماس مع السراوندنج. ينفع انرجي، صح، يعني اهو دخلنا حراره هيت كيو رمز الهيت. ايه اللي حصل للمكبس ده؟ المكبس ده بدا يتمدد. ايه ده؟ يعني بيعمل شغل اهو. ممكن يحصل عكس، انا ممكن اضغط على المكبس ده وبالتالي انا اضغطه، يعني انا اللي ابذل شغل عليه، وبالتالي هتلاقي ان الغازات دي اتجمعت جنب بعضها، ها بدات درجتها تزيد، ده بدا يطلع حراره لبره، مش مشكله. ده اسمه في الاخر اسمه ايه؟ اسمه كلوز سيستم. ايه اللي انت ملاحظه؟ مفيش ماس بتعبر السيستم. في زمايلنا بيغلطوا يقول لك ايه؟ الماس كونستانت. لا يا باشمهندس، الماس مش كونستانت، ده مش تعريف للكلوز سيستم. ليه؟ لان لو انا جبت حاجه بالمنظر ده اهو، وهنا دخلت ماس ولتكن 1 كيلوغرام، وخرجت في نفس الوقت ماس 1 كيلوغرام، وكان عندي من الاول هنا هو ليكن مثلا 5 كيلوغرام، طب ما هو الماس في الاخر وفي الاول هتفضل 5 كيلوغرام. ليه؟ لان في ماس دخلت واحد وخرجت قدها بالظبط 1 كيلوغرام. في الحاله دي هل اقدر اقول على السيستم ده كلوز سيستم؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ما الماس ثابته. ايوه، لانك انت استخدمت تعريف غلط. التعريف بيقول لك ايه؟ مفيش تبادل للماس مع السراوند، مفيش تبادل للماس، لكن هنا في تبادل اهو، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ده بيسموه اوبن سيستم. يبقى لو دخلنا نفس الجهاز اهو، جاست ان انت فتحت عليه ماسوره اهي، زي ما انت شايف كده اهوت، في عندي ماسوره ودخلت فيه ماس دخلت السيستم بتاعك او خرجت منه، كده بنتكلم على اوبن سيستم، حولت السيستم من كلوز سيستم الى اوبن سيستم. واضح يا شباب الفرق ما بين الايزوليتد سيستم والكلوز سيستم والاوبن سيستم؟ حد ليه اي سؤال؟ لا مش هنسين. لا تمام تمام كده. طيب احد تطبيقات على الاوبن سيستم ايه؟ لو انا عندي حاجه بالمنظر ده اللي هي بيسموها نوزل. يعني ايه نوزل؟ يعني مثلا انا عندي ماسوره بس كان ليها كروس سكشن اريا زي ما انت شايف كده كبيره اهو، وبدات اغير من الكروس سكشن اريا الى كروس سكشن اقل، فايه اللي هيحصل؟ اولا مبدئيا السيستم ده لما اجي ابص عليه هلاقي او فين الباوندري بتاعتي؟ اهي اهي، شايف الباوندري اللي بعملها باللون الازرق اهي، ادي الحدود. ابص على حاجه ثانيه، هل في ماس
بتعبر الباوندري. اهو ماس هي بتعبر الباوندري. ماليش دعوه ستيدي انا، ستيدي مش قصه يعني. ممكن ادخل 5 كيلو جرام واخد واحد، ممكن اخرج 5 كيلو جرام وادخل واحد، مفيش مشكله. انا بدور ان في ماس اصلا بتعبر ولا لا. ممكن اهو ماس بتدخل مفيش اي حاجه بتخرج، ممكن العكس ماس تخرج ومفيش حاجه تدخل، مفيش مشكله خالص. السؤال ماس بتعبر الباوندري بين اوبن سيستم. فالنزل دي لما نيجي نبص كده عليها اهو، ادي واضح ان انا عندي الباوندري بتاعتها بيعبرها ماس، فبالتالي انا عندي اوبن سيستم. طيب والوظيفه بتاعتها ايه؟ هي لما تقلل الكروس سكشن تقوم تعمل في السرعه، تزود السرعه. طب لو عملنا العكس، يعني لو انا عندي غازات ماشيه بسرعه عاليه جدا ودخلتها على نفس الشكل ده بس بالعكس اهو، خدتها من اريا صغيره وخليت الاريا تزيد، ايه اللي هيحصل في الغازات دي؟ هيحصل ان سرعتها مالها تقل، يحصلها تهدى كده. طب وفي المقابل يحصل ايه؟ لان الضغط زاد، يبقى الديفيوزر ده اللي هو عكس النزل هياخد من اريا صغيره لاريا كبيره، هيؤدي ان السرعه من سرعات عاليه الى سرعات اقل، فالضغط عندي يزيد. العكس، انا اصلا كان عندي الفلو جاي بضغط كبير جدا من الاريا الكبير بسرعه قليله، لما يعدي في النزل دي ضغطه يقل وسرعته تزيد. ايه ده؟ يعني في تحول اهو، في عندي بارامترز قلت في مقابل بارامترز زادت. الانرجي هو كده، حولت من صوره الى صوره. تعال نشوف تطبيق على الكلام ده، تطبيق على الكلام ده اللي هو الجيت انجنز. بنبص على النوزل اللي موجوده في الطيارات الحربيه مثلا او الطيارات عموما. وضع عندك الفيديو يا باشمهندس، شايفه ولا مش باين؟ هو بدأ دلوقتي بس تمام. ده كده هو بيجيب لك القطعة دي اللي هي بيسموها النوزل، وازاي الطيار الحربي بيتحكم فيها، بيتحكمها حاليا في الطيارات الحربية الحديثة، انها مش مجرد نوزل وخلاص، لا ده كمان بيتحكم زي ما شايف الكروس سكشن اريا، اقدر اغيره حتى اوجهه في اتجاهات معينة، وبالتالي الطيارة دي ممكن تطلع تقلع عمودي. الطيارات الحربية الحديثة ممكن تلاقيها هي مش محتاجة بقى مدرج انها تجري فيه، لا، او مهبط للطيارة، لا، انت ممكن تنزلها او تطلعها دايركت او فيرتيكال كده من خلال ان انا اتحكم في النوزل اللي خارجة من اللي هو العادم خارج من محرك الطيارة، اتحكم فيه بشكل معين بحيث انه يرفع الطيارة لفوق او ينزلها لتحت. واضح يا شباب تطبيق او شكل للنوزل؟ اي سؤال؟ طيب نيجي لي حاجه اسمها بروبرتيز. الثيرموداينامكس محتاج ان احنا نتعامل مع بروبرتيز دايما، هيبقى اللغه بتاعتنا هي ايه؟ هي البروبرتيز. فالاول نعرف يعني ايه بروبرتي. يعني لما اجي اقول لك فلان دوت طويل، فلان دوت مثلا طيب، فلان دوت ما هي دي صفه، انك بتوصف الحاجه دي. احنا في الثيرموداينامكس عندنا ايه بقى التوصيف؟ ان السيستم ليه مواصفات. ايه المواصفه اللي بتوصفه؟ ضغطه كام، درجه حرارته كام، حجمه كام، يحتوي على انرجي بوتنشال كام، وهكذا. هي دي المواصفات بتاعتك. بس عشان اقول كلمه توصيف او اقول بروبرتي او كاركترستيك للسيستم ده بتاع الرياضه، قالوا لنا في حاجه كده بتوصف لنا حاجه اسمها البروبرتي. عشان اقول على الحاجه دي انها بروبرتي، عشان اقول على الضغط انه بروبرتي، عشان اقول على التمبريتشر انه بروبرتي، عشان اقول على الفوليوم انه بروبرتي، في معادله رياضيه موجوده بيقول لك ان لو عملت تكامل، لو عملت تكامل على سايكل للبروبرتي دي، للدي بروبرتي دي، لازم هلاقيه يساوي كام؟ صفر. لو ما سواش صفر ما ينفعش تقول عليه بروبرتي. ايه الكلام العجيب دوت؟ مبدئيا يعني ايه سايكل؟ الحين انا ممكن اكون عند ستيت معينه، عند وضع معين، يعني السيستم بتاعي مثلا وليكن عند ضغط مثلا واحد بيساوي واحد بار، هعمل له حاجه، هعمل له بروسيس يعني، فهنقله الى ستيت جديده اهو، من ستيت 1 هروح لستيت 2، بحيث ان الضغط بتاعه مثلا سي بقى كام؟ بقى 2 بار. طب وبعدين هعمل بروسيس كمان ثانيه اهي، ثالثه، بحيث ان انا اتنقل من ستيت 2 لستيت جديده ان الضغط فيها مثلا وليكن 5 بار. طب وبعدين هعمل اجراء كمان ثالث على الاقل عشان ارجع السيستم بتاعي الى نفس البوزيشن بتاعه. بس خد بالك، في نفس التوقيت كان عندي التمبريتشر هنا ملتكم مثلا 20 درجه مئويه، هنا التمبريتشر كانت ب 50 درجه مئويه، هنا التمبريتشر وصلت معايا في 3 ل 300 درجه مئويه،
وهرجعها تاني نفس الايه التمبريتشر 20 درجه مئوي. اللي انت شايفه ده كده اسمها سايكل، بدات من نقطه ورجعت لنفس النقطه، اهو بدات من نقطه ورجعت لنفس النقطه. نفس الكلام لو بصيت على الفوليوم هلاقي ان انا لو رجعت لا هلاقي ان السايكل لف التاني، بدانا من نقطه ورجعنا لنفس النقطه. حبيت تبدا من 2 ينفع وترجع لاثنين، حبيت تبدا من 3 وترجع لثلاثه ينفع. على الاقل يكون عندك كام اجراء زي ما انت شايف كده، كام اجراء يا شباب، كام بروسيس عندنا؟ ثلاثة على الأقل. لأن في واحد قال لي إيه، طب ما أنا عامل لك أنا سايكل، قلت له إزاي؟ قال لي أهو أدي واحد وهروح لاثنين أهو وهرجع، يا سلام، وأروح راجع من اثنين لواحد. لا هقول له ده دي اسمهاش سايكل، دي اسمها إجراء وعكسه، ده ماهاش سايكل. ما ينفعش تقول لي يعني الكلام ده سايكل، أمال إيه شرط السايكل؟ على الأقل تكون عملت كام إجراء؟ كام؟ ثلاثة. طب في واحد بيقول لي انا هعمل اربع اجراءات، يعني ايه هتعمل اجراءات؟ اهو ادي اجراء 2 3 4 تمام. هعمل خمس اجراءات، عامل 10 اجراءات، اوكي. طالما بدات من نقطه ولفيت على مجموعه من الاجراءات بحيث ترجع لنفس النقطه كده، انت اسمها ايه؟ اسمها سايكل. فدي اول حاجه اللي هي حته يعني ايه هنتعامل مع سايكل. واضح يعني ايه يا شباب سايكل، ولا اقولها بطريقه ثانيه؟ تمام. طيب نيجي بقى للبروبرتي، يعني ايه لو انا لفيت على سايكل بتطلع بيساوي زيرو؟ تعال نشوف المثال ده. انا عندي عماره بالمنظر ده، ادي فيها ليفل 2 3 4. احيانا انا ممكن اتحرك جوه العماره دي عن طريق ايه؟ سلالم. ممكن اطلع عن طريق سلالم، وفي عندي اوبشن تاني ان استخدم اسانسير. ففي واحد رياضي قال لك لا بص انا هطلع من الدور الاول للدور الاخير عباره عن ايه؟ هطلع بالسلالم. طب وهتعمل ايه؟ وهنزل بردك على السلالم. السؤال بقى، التغير اللي هو عمله او التغير في البوتنشال انرجي اللي عمله بكام يا شباب؟ بزيرو. بزيرو، كويس. في واحد قال لك لا لا يا عم انا تعبان، انا هطلع باسانسير وهرجع تاني للاسانسير، بس المره دي هبدا من الدور الثاني وهرجع تاني برضك بأسانسير. فرقت لو بدأ من فين او ما بدأش فين؟ ما فرقتش. طيب الدلتا بقى بوتنشال انرجي بكام؟ زيرو برضك، بزيرو. في واحد قال لك لا لا انا همشي ازاي، انا الاول هطلع بالسلم وبعدين هاخد الاسانسير للدور الاخير وكده هنزل بالسلم لغايه الدور الثاني وبعدين هنزل بالاسانسير وارجع لاول نقطه. دلتا بوتنشال انرجي بكام؟ ايه ده؟ واتيفر الطريقه اللي انت استخدمتها عشان تبدا من الدور الاول لغايه الدور الاول تاني، او من الدور التاني الدور لغايه لما ترجع تاني نفس النقطه بتاعتك، واضح جدا ان التغير على سايكل بيساوي كام؟ زيرو، بغض النظر الطريقه اللي انت استخدمتها. السؤال بقى، الراجل اللي كان شغال بالاسانسير، المجهود الحراره اللي طلعت منه عرق ولا طلع على السلم ونزل؟ لا ده طلع بالاسانسير. المجهود اللي بذله كبير ولا صغير؟ صغير. بعكس اللي طلع على السلم ونزل على السلم ده ما مجهوده اكتر. اهي بغض النظر انا ماليش دعوه بالطريقه، انا ليا دعوه بمين انا في الاخر بوزيشن بتاعي كان كام ولفيت ورجعت لنفس النقطه. اذا استطيع ان اقول بقى ان البوتنشال انرجي ايه؟ ده انرجي. اقدر اقول عليها انها ايه؟ بروبرتي. ايه ده البوتنشال انرجي بقى بروبرتي؟ ايوه، لان لما لفينا بيها على سايكل طلعت بكام؟ بزيرو. لو انا بقى اخدت غاز وعملت نفس فيه الحركات ده وعملت فيه سايكل، بدات من النقطه ورجعت لنفس النقطه، هلاقي ايه؟ هلاقي ان البريشر ينفع تطبق عليه الكلام ده، التمبريتشر ينفع تقول عليه الكلام ده، الدنسيتي ينفع تقول عليها الكلام ده، الفوليوم ينفع تقول عليه الكلام ده، الكاينتيك انرجي ينفع تقول عليه بروبرتي، بوتنشال انرجي بروبرتي. هنتعرف مع بعض على حاجه اسمها الانترنال انرجي، وحاجه اسمها الانثالبي، وحاجه اسمها الانتروبي. كل دول اسمهم ايه بقى؟ اسمهم خواص ل السيستم. طب انت بقى النهارده روحت وعجبك الموضوع دوت وقلت طب ما ايه اجرب انا بقى شغلانه كده مع بعض، يعني ايه؟ رحت انت قاعد كده جايب ورقه، رحت ماسك البروبرتي الفلانيه والبروبرتي الفلانيه وقسمتهم على البروبرتي الثالثه ولفيت بيهم، انت عملت سايكل بدات من نقطه ورجعت لنفس النقطه ولقيت ولما انا كملتهم على سايكل طلعوا بكام؟ زيرو. ايه ده؟ ده انت تبقى لاكي جدا ومحظوظ. هتعمل ايه؟ هتدخل التاريخ. ازاي؟ هتاخد الترم ده وتسميه باسمك وليد مثلا،
وتقول انا عملت بروبرتي طلعت اكتشفت ان في بروبرتي جديده اسمها وليد لما بلف بيها على سايكل بتديني زيرو. يبقى اذا اي حد هيلاقي بروبرتي او ما هو يفكر في طريقه ما انه يجمع كولكشن من بروبرتيز ولف بيها على سايكل وطلعت في الاخر بتساوي زيرو، اذا الحاجه دي ايه؟ بقت صفه او بروبرتي للسيستم. تمام يا شباب؟ يبقى يا اما ان الحاجه اصلا واضحه يعني الضغط ده كلام صريح او التمبريتشر حاجه بتوصف السيستم بشكل صريح، او ان انت لو لفيت بيها على سايكل فانت كده لقيتها بتساوي زيرو هتبقى انت سميتها بروبرتي. طيب الحقيقه ان البروبرتيز منهم نوعين، نوع بنسميه نوع اصيل ونوع غير اصيل، او نوع بنسميه اكستنسيف ونوع انتنسيف. ايه الكلام دوت؟ تعال نبص على المثال ده. لو انا عندي غرفه على ايدك اليمين اهي فوق كده، الاوضه اللي انت عايش فيها دي اكيد فيها هواء والهواء ده ليه كتله، والاوضه ديت ليها ابعاد، ليها طول وعرض وارتفاع وبالتالي ليها فوليوم. الجو اللي احنا عايشين فيه النهارده مثلا درجه حراره مثلا 39 29 يبقى ليها تمبريتشر. طب ما احنا عايشين في الاتموسفيريك بريشر، وبالتالي الضغط الجوي النهارده مثلا بواحد بار. الاوضه ديت اكيد الهواء ليه كثافه ليها دينستي. ايه رايك هنيجي جايين بالطوب كده وقاسمين الاوضه دي نصين زي ما انت شايف تحت كده على ايدك اليمين، هنقسم الاوضه دي بالنص. ايه اللي هيحصل؟ اكيد الناحيه اليمين ليها نص الكتله في الهواء، والناحيه الشمال نص الهواء الكتله بتاعته بقت في الناحيه الشمال. طب والفوليوم؟ ما انت لسه قايل اهو قسمت الفوليوم، يبقى نص الفوليوم يمين ونص الفوليوم بتاع الاوضه الكبيره بقى شمال. طب والتمبريتشر يا شباب؟ ها هل اقدر اقول ان التمبريتشر بقت النص؟ لا التمبريتشر هي. طب والضغط ينفع اقول النص؟ لا برضه هو هو. طيب الدينستي ينفع اقول انها بقت النص؟ لا عشان الاثنين دول معروف مقسومين على بعض جزء كتير. بالظبط كده. اذا في خواص ملهاش علاقه بالماس، قسمتها ما قسمتهاش ما فيش حاجه اسمها كده، هي هتفضل عند اي نقطه قستها جوه المكان دوت ليها نفس التمبريتشر، ليها نفس الدينستي، ليها نفس البريشر. انما لو انا بقى بدات اغير في الحجم او اغير في الكتله هتبدا يبقى في عندي خواص ثانيه متاثرين. يعني البوتنشال انرجي توتال بوتنشال انرجي بيعتمد على ايه؟ ان انا بتكلم على الماس كلها اللي عندي ليها بوتنشال قد ايه. ده غير لما اخد 1 كيلو بس واقول هو البوتنشال بتاع 1 كيلو بكام، ده بنسميه حاجه اسمها سبيسيفيك بوتنشال انرجي. نفس الكلام لو انا بتكلم على كينيتيك انرجي، ها كام؟ ولو خدت 1 كيلو جرام من الماده اللي عندي دي تحمل كينيتيك انرجي قد ايه؟ غير لما اقول الفوليوم التوتال عندي كام، ولما اقول عندي حاجه اسمها سبيسيفيك فوليوم. يعني لو قسمت الفوليوم اللي عندي على الماس هطلع خاصيه جديده اسمها سبيسيفيك فوليوم. لكن هل لو انا قسمت الضغط على الماس طلع لي خاصيه جديده اسمها سبيسيفيك بريشر؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. هل لو قسمت التمبريتشر على الماس طلع لي خاصيه جديده؟ لا. اذا في عندي خواص اصيله لو قسمتها على الماس ملهاش معنى، مفيش بروبرتي جديده هتطلع، ملهاش معنى كفيزيكس. لكن في 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 بروبرتيز اخرى لو قسمتها على الماس لا ده هيبقى في فرق. ان انا عندي الاوضه دي كلها ليها بوتنشال انرجي قد ايه، وكل كيلوغرام واحد بس من الغرفه دي ليه بوتنشال قد ايه. انا ماشي مثلا في ماسوره الميه ماشيه بسرعه معينه ليها كينيتيك انرجي، ايوه ككل ليهم كينيتيك انرجي بكام، لكن لما بتكلم على حته منهم كتله 1 كيلوغرام لوحدهم ماشيين لوحدهم ليهم كينيتيك انرجي بكام. فدي بنسميها بقى خواص اصيله وخواص غير اصيله. بكده عندي ايه الخواص كلهم؟ بريشر وتمبريتشر ودنستي دول خواص اصيله، انما الفوليوم كينيتيك انرجي بوتنشال انرجي انترنال انرجي انثالبي اللي هم دول بنسميهم خواص مالهم؟ خواص غير اصيله. يعني ايه غير اصيله؟ يعني لو قسمتهم على الماس هيطلع بروبرتي جديده. زي ما انت شايف الفوليوم كان الوحده بتاعته اسمها متر مكعب، لكن السبيسيفيك فوليوم هيبقى الوحده بتاعته متر مكعب بير كيلوغرام. نفس الكلام التوتال كينيتيك انرجي كانت بالجول، لا لما اقسم على الماس هيبقى اسمها جول بير كيلوغرام، يعني كل كيلوغرام شايل لوحده كام كينيتيك انرجي. هي نفس الكلام بوتنشال انرجي كام جول كتوتال، لكن لو قسمته على الماس هيديني سبيسيفيك بوتنشال انرجي اللي هو جول بير كيلوغرام. نفس الكلام حاجه اسمها الانترنال انرجي، التوتال ليها جول بكام؟ طب لو انا خدت كيلوغرام واحد بس وشفت هو يحتوي على انترنال انرجي كام، ده بيسموه سبيسيفيك انترنال انرجي. بنفس الكيفيه حاجه اسمها الانثالبي توتال انثالبي وحاجه اسمها سبيسيفيك انثالبي. حاجه اسمها انتروبي الوحده بتاعته عباره عن جول بير كلفن، طب لو قسمتها على الماس بقت جول بير كلفن بير كيلوغرام،
يعني كل كيلوغرام في انتروبي او في قيمه العشوائيه قيمتها كام. واضح يا شباب الفرق ما بين كلمه intensive property او extensive property؟ واضح ولا اقولها بطريقه تانية؟ تمام. طيب نيجي بقى لحاجه تانية. لما نيجي نتعامل مع تشارت مع خريطه غالبا بنخلي الخواص اللي هي بيسموها extensive يعني هنا ممكن على محور اكس, والخواص اللي هي الاصيله دايما على محور واي. يعني على محور واي الاقي بريشر, الاقي تمبريتشر, الاقي دينستي, لكن على محور اكس الاقي انثالبي, الاقي سبيسيفيك فوليوم, الاقي يو, او ممكن توتال انثالبي او توتال انتروبي او توتال فوليوم وهكذا. يبقى لما الاقي عندي حاجه اسمها, لو واحد يقول لي ايه ارسم البي في دايجرام للاجراء دوت, ارسم لي البي في دايجرام للبروسس اللي حصلت للسيستم, هيبقى انت عارف على طول كده باي ديفولت ان البريشر فين على محور واي والفوليوم على محور اكس. لما جاي اقول لك ارسم التي اس دايجرام هتلاقي على ايدك الشمال التي اللي هو محور واي, وعلى ايدك اليمين هلاقي الفوليوم محور اكس, او الاس هو محور ايه, محور اكس. تمام يا شباب, اتفقنا على ازاي هنستفاد بالفرق ما بين الانتنسيف والاكستنسيف بروبرتي, ان انا اقدر ارسم التشارت على محور اكس ومحور واي. اي سؤال في القصه ديت؟ طيب تعال نعرف بروبرتي باي بروبرتي ونشوف تاثيرهم عامل معانا ازاي في الشغل بتاعنا. اول حاجه البريشر. يعني ايه تعريف البريشر؟ هو النورمال فورس اللي انا ابلايد على 1 يونت اريا. يعني البريشر على اريا, يبقى لو انا جبت فورس على اريا هطلع منها البريشر. تعال نقارن بين الشكلين دول. واحد الشخص ده لما كان مش واخد باله من اكله وكده, فكان وزنه او كتلته كانت كام؟ 146 كيلوغرام. لا طب والمقاس بتاعت الشوز بكام؟ والله ده مقاسه 42. طب ما هو خد بالك الوزن ده كله هيتقسم على الاريا دي, فتلاقي انه تعبان ورجليه وجعاه لانه عامل فورس كبيره جدا على نفس الاريا دي. لما بدا يهتم ويلعب رياضه ومش عارف ايه بدا وزنه يبقى مظبوط, بقى كام؟ بقى 68 كيلوغرام. ما هي نفس الاريا هي اقسم بقى الفورس اللي على ايدك اليمين بتاعت الراجل ده في الاول, ولما غير من نظام اكله بقى وزنه اقل شويه. مين اللي هتدي بريشر اعلى؟ واضح ان على ايدك اليمين هيبقى بريشر عالي جدا على ركبه وعلى رجليه, فعمل له مشاكل. واضح يا شباب موضوع البريشر؟ طب احنا بنقيس البريشر ازاي؟ الوحده بتاعته هي الباسكال اللي هو عباره عن نيوتن على متر سكوير. ولكن الرقم ده صغير بالنسبه لنا في الثيرموداينامكس, فاحنا بنتعامل مع ارقام اكبر من كده. يعني الضغط الجوي مثلا 100 كيلو باسكال اللي هو حوالي 0.1 ميجا باسكال اللي هو حوالي 10 اس 5 باسكال, يعني بنتكلم عليه كوحده بنسميها الايه؟ ال1 بار. يبقى الضغط الجوي اللي هو 1 بار ده اللي هو معناه ايه؟ معناها 100 كيلو باسكال. طيب جميل. الحقيقه ان انا بقى لما حاجه تعامل مع الضغط الجوي ده انا هقيسه ازاي؟ يعني هنقيسه ازاي؟ الحقيقه ان احنا عشان نقيس الضغط الجوي تعالى نتخيل كده, هو عباره عن ايه؟ عباره عن ادي الكره الارضيه اهي, وحواليها الغلاف الجوي اهو. فالحقيقه ان انت لو واقف على سطح الكره الارضيه فانت شايل فوق دماغك عمود من الهواء لغايه اخر الغلاف الجوي. الجزيئات دي فوق بعضها فوق بعضها فوق بعضها هي الضغط عليا, هي الضغط على راسي, وهي دي اللي بتسبب عندي هنا اهو على سطح الارض اهو بتسبب حاجه اسمها الاتموسفيريك بريشر. طب والسؤال, هو انا لو طلعت على جبل, يعني لو الارض دي فيها كده حته جبل اهو وفضلت انا اطلع 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 لغايه لما لقيت فوق هنا, خد بالك بقى الفرق اللي ما بيني وبين نهايه الغلاف الجوي اخباره ايه؟ يا شباب قال وبالتالي الضغط الجوي هيبقى اخباره ايه؟ هيقل. اذا هي فانكشن في ايه؟ انا فين من سطح الارض وبالتالي فين من الغلاف الجوي. طب يعني الكلام ده كويس, اقيسه ازاي بقى؟ يعني انا هعمل ايه؟ ما هو انا عشان اقيس عمود الهواء دوت صعب, مش هجيب مسطره واقيس عمود الهواء الغلاف الجوي. ففي حل ان احنا نعمل ايه؟ قال لك طب ما نستخدم حاجه اسمها جهاز البارومتر. البارومتر ده عباره عن انبوبه بالمنظر ده كده, وقفلنا احد اطرافها وبعدين مليناها بماده الزئبق, وبعدين قلبوها بالمنظر ده جوه تانك مليان زئبق زي ما انت شايف. فلما نيجي نعمل اناليسز للفورس اللي عندي هنا ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ادي العمود اهو اللي انا مليته زئبق, وادي التانك اللي مليان زئبق, هلاقي ان انا عندي النقطه دهيت ولتكن النقطه دي سميها بي, والنقطه دهيت
C والنقطة دي اسمها A. إيه اللي انت ملاحظه؟ ان A و B ليهم نفس الليفل اهو، نفس الليفل. ما هو A دوت هو ده اللي شايل فوق دماغه لغاية آخر الغلاف الجوي. يعني A ده شايل فعلا مين؟ B أتموسفير، هو ده شايف الضغط الجوي. لكن B لا، شايل ها وزن الزئبق اللي هو HG. وخد بالك ان الحتة اللي فوق دي ايه؟ فاكيوم، فراغ، مفيش فيها مادة. وبالتالي انا لو نقطة B و A ليهم نفس الايه؟ الفورس عليهم واحدة. هتقول لي طب انا مش عرفت ان عليهم فورس واحدة. اصل لو مش الفورس واحدة كنت هتلاقي ان الفي فلو ماشي من A ل B، او العكس لو كان B هي الاكبر كان هتلاقي ان الفلو جاي من B رايح لA. فهل انت شايف في فلو؟ لا، ده الليفل ماله ثابت، مفيش تغير، الحاجة ساكنة ستاتيك. معنى كده ايه؟ معناه ان الفورس اللي على ايه هي الفورس اللي على بي، او البريشر اللي على ايه هو نفس البريشر على بي. جميل. وبالتالي لو انا جيت حسبت القصه دي هلاقي ان البي اتموسفير ما هو الا رو جي اتش. الكلام ده احنا خدناه قبل كده في الايه، في الفيزياء، مش محتاج يعني. وانت انه عاليه شويه 13600، ده بيساعدك انك انت ايه قارن كثافه الهواء. يعني لو رجعنا تاني للقصه دي اهو، انا عندي الضغط الجوي بي اتموسفير، انا ممكن اعبر عنه برو اير ها في جي اتش اير، صح؟ طيب وهو في نفس الوقت رو الزئبق جي اتش بتاعت الزئبق او ارتفاع الزئبق. ها هنا عشان الزئبق ده كثافته كانت 13600، فواضح ان الاتش اللي انت حصلت عليها تمثل الضغط الجوي، الرقم ده حوالي كام؟ 0.75 او 0.76، تمام كده؟ متر. لكن ده هيبقى كام يا شباب تقريبا؟ حد يفكر او يعني تعامل مع القصه دي قبل كده او عدى على المعلومه دي قبل كده؟ الغلاف الجوي ارتفاعه تقريبا كام؟ لان الهواء هنا كثافته اصلا عند الارض ب 1.25 ولا حاجه. خد بالك انك كل ما تطلع لفوق الكثافه كمان هتقل، فاحنا بناخد كثافه افريج وعجله جذريه افريج لان الارتفاع عالي جدا. يطلع ال H air ده تقريبا كام يا شباب؟ الغلاف الجوي تقريبا ارتفاعه كام؟ معايا ولا ايه؟ الناس فصلت. قلت لهم حضرتك بس انا بصراحه مش عارف. طيب ماشي ندور عليه، حوالي 60 كيلو. طيب نيجي ل 85 كيلو. لا 60 كيلو. طيب سؤال جوجل قال 85. طيب خلاص اوكي. السؤال لو انا غيرت من شكل البارامتر ده، يعني خليت كروس سكشن اريا واحد او غيرتها من ايه ل اريا 2 او اريا 2 او اريا 3، هل هتفرق؟ لا، الموضوع له علاقه بالاريا، لانه في الاخر الاريا اللي هنا هي نفس الاريا دي، يعني هتروح الاريا مع بعض. اللي هيبقى لي في الاخر هو مين؟ هو الليفل، الارتفاع كام بتاع العمود الزئبق. ايوه بس احنا شغلنا في التعامل مع الثيرموداينامكس، مش هنتعامل دايما بس مع بريشر اتموسفيريك بريشر، لا احنا هنتعامل مع غازات وسوائل بتبقى ماشيه في بايب لاين، وممكن التانك ده او الترانسفورمر ده اكون انا ضغط الزيت اللي فيه او ضغط الفلويد اللي ماشي في الانبوبه او التانك اللي عندي. وبالتالي الضغوط دي مش هقيسها بالبارامتر، امال هقيسها ازاي؟ هقيسها بحاجه اسمها جهاز اسمه البريشر جيج. يعني ايه بريشر جيج؟ يعني انا هجيب عداد يقيس لي ما زاد او ما نقص عن الضغط الجوي. تاني كده، هجيب عداد يقيس لي الزياده او النقصان اللي هيحصل عن الضغط الجوي. البريشر جيج ده شكله عامل ازاي؟ او ده اللي انت بتشوفه متركب العداد، عندك الشمال كده شكل العداد عامل ازاي. الحقيقه ان العداد ده شكله عامل ازاي من جوه؟ اولا احنا صنعناه فين؟ في الفراغ، في الفضاء يعني، في القمر، وصنعناه في الارض. يا شباب صنعناه فين؟ في الارض. يعني لما جيت صنعته كان انت الاتموسفيريك الجوي، الهواء الجوي محيط بيك. طب هو شكله عباره عن ايه من جوه؟ الحقيقه ان هو عامل زي علامه استفهام بالمنظر ده. الشكل بتاعه لو عملت كروس سكشن كده اتفرجت عليه هتلاقي ان هو عامل بالمنظر ده. وهقول لك ليه هم عاملينه بالطريقه دي. تعال نرسمه كمان ك 3 دي. بالمنظر ده هتلاقي ايه بقى؟ انه ليه اريا داخليه اللي انا اعمل لها هايلايتنج دي كده باللون الازرق،
تمام، ودي اريا خارجيه. تمام، وبالتالي انا لو ببص على السنتر بتاع الراديو او الدايره ديت ليها راديوس اهو غير الراديوس بتاع الاريا الخارجيه. وبالتالي كده لو بصيت على المفهوم بتاع الاريا ده اهو، انا عندي اريا اهي ومن بره في اريا، يعني في اريا داخليه في ار 1 ار اوتر وفي عندي ار انر. الماسوره دي لو انا ركبتها على وليكن بايب لاين، البايب لاين ده ماشي فيه غاز والغاز ده ضغطه كبير. انت لسه معرف لي من شويه قلت لي ايه؟ بتقول لي ان البريشر هو عباره عن فورس على اريا. طب ما هو الغاز ده هيروح داخل جوه الانبوبه دي من جوه، وهيبقى تاثير البريشر على جميع الاوجه زي بعض، يعني اللون اللبني واللون الازرق كل اسطح هياخد نفس قيمه البريشر، يعني البريشر ده ثابت. بس خد بالك بما ان الراديوس اوتر اكبر، يعني الاريا اللي هنا دي اريا اوتر ايه علاقتها باريا انر؟ اكبر منها اكبر، يبقى اكيد الفورس اللي على اريا اوتر اختلفت عن الفورس اللي على اريا انر. فالعلامه الاستفهام الدايره دي الكوز ده عايز يعمل ايه؟ عايز يتفرد، عايز يفرد نفسه. فانا باخد الحركه ان هو يتحرك دي هنا اهو، باخدها على ترس يحرك لي مؤشر. هو اصلا لما جيت صنعته قبل ما اركبه على البايب لاين دي كان موجود فين؟ كان في الجو اللي احنا عايشين فيه، يعني من جوه مليان ايه؟ مليان هواء، والهواء ده ضغطه كام؟ اتموسفير. طب ومن بره؟ اتموسفير. فالحقيقه ان المؤشر بتاعه واقف عند كام؟ عند الزيرو. يعني ايه زيرو؟ ما هو بيتحركش. ان لما صنعته على علامه استفهام كده اهي، من بره الضغط الجوي مأثر بزيرو، مأثر عليه، ومن جوه مأثر عليه الضغط الجوي، جوه الماسوره فيه ضغط جوي ومن بره ضغط جوي. فالمؤشر بتاعي بعتبره كام؟ زيرو. ايه زيرو؟ يعني انا ما عنديش تغير او اختلاف عن الضغط الجوي. لكن لما جيت ركبت الماسوره دي او العداد ده على البايب لاين بتاعت الغاز، بدا الغاز يدخل جوه، بدا يبقى في تغير، الجو ضغط والغاز من جوه ليه ضغط تاني، فبدا يبقى في اختلاف في الفورسز. من بره عندي تاثير للضغط الجوي على اريا، لكن من جوه انا عندي غاز بيضغط عايز يفرد العلامه الاستفهام دي، الفورس ده عايز يفرده. فيبدا المؤشر ده يتحرك، وليكن مثلا يقرا لي نص بار، يعني كده انا عندي ضغط زياده عن ضغط الجوي بمقدار كام؟ نص. او ممكن يقرا لي 2 او يقرا 3 او يقرا 4 او 5 او 10 او 100 وات ايفر بقى. او انا ممكن اكون مركبه على غاز ضغطه اقل من الضغط الجوي فاكيوم، فيبدا يحصل ايه؟ هلاقي ان الضغط الجوي بقى هو الاقوى، فيقوم يعمل ايه؟ ده هيخلي المنحنى ده او علامه الاستفهام دي هتقفل اكتر، هتضغط عليها اكتر، يبقى الضغط الجوي بره اقوى، فمخلي الدايره دي تلف اكتر او تقرب من بعضها اكتر، فتلاقي المؤشر يعمل ايه؟ يقرب الرقم ده بالنيجاتيف، حاجه اسمها فاكيوم. واضح يا شباب الشكل اللي بتاعي ك بيشتغل ازاي؟ اهو ادي شكل الجهاز كده، باين عندك ولا مش باين؟ باين. ادي الشكل بيتم ازاي، اهو لما انا هعمل ابلاي للبريشر هنا هيبدا يتحرك عندي المؤشر بالمنظر ده. جميل. طيب وبالتالي هنعرف الاتي بقى، الجهاز ده لو خدته ورحنا بيه في الفضاء، يعني ركبناه كده في صاروخ وطلعنا بيه في الفضاء لوحده كده، لا ركبناه على جهاز ولا هو لوحده كده العداد لوحده، المفروض يقرا كام يا شباب؟ يا باشمهندسين صحصحوا معايا، ها عداد جيج اهو من الشكل ده اللي هو ده، خدته كده ورحت بيه في الفضاء، هيقرا كام يا باشمهندس؟ السؤال ده جيبكم في الامتحان ولا نعمل ايه؟ المفروض الضغط اللي جوه يعدي لبره بكام بقى اصلا؟ انا ما اعرفش هو فيش ضغط يعني في الفضاء ما بيبقاش فيه اصلا، ما فيش. تمام. بس زي ما انت قلت اللي جوه زي اللي بره هيقرا لي كام في الاخر؟ هيبقى ماشي فين؟ زيرو بالظبط كده. جميل جدا. طيب لو انا كان عندي تانك في الارض ورحت انا قافل عليه بالعداد دوت،
فالعدد كان قاري لي كام؟ زيرو. ليه؟ لأن التانك كان بي أتموسفير اللي على الأرض اللي هو واحد، ها؟ واحد بار. وهو العدد ده بيقرأ لي مين؟ بيقرأ زيرو. يعني إيه زيرو؟ يعني مفيش فرق ما بين الغاز اللي موجود جوه التانك ده هو وبين الأتموسفير، لأن الأتموسفير فعلا بره بكام؟ بواحد بار، صح ولا لأ؟ فهل العدد ده هيقرأ حاجة ولا هيقرأ بردك زيرو؟ هيقرأ زيرو. هيقرأ زيرو. طيب رحت واخد بقى الايه التجهيزة دي كلها، يعني خدت العداد اللي متركب على التشيمبر دي على الغرفة دي وخدتهم كلهم كده على بعض وركبتهم في صاروخ وبدأت اطلع لفوق. طول ما انا طالع اخبار الضغط الجوي هنا اخباره ايه؟ بيقل. بيقل. لكن التشيمبر دي الغرفة دي ضغطها كام؟ ضغطها ثابت. واحد بار بالظبط كده. هيحصل ايه في العداد؟ هيبقى عايز ينكمش لبره. ها عمال يعمل ايه؟ عمال يزيد. عمال يزيد بالظبط لغايه لما يوصل لغايه فين بقى؟ لما اطلع في الفضاء خالص فوق هيقرا كام؟ مش في فرق اساسا، يعني بره مفيد البريشر يعني بزيرو. اللي بره بزيرو اتموسفير، ما هو بزيرو. لكن من جوه العداد في ايه؟ في غاز ولا مفيش غاز اهو؟ في غاز. هيبقى كام بقى؟ هيقرا كام في الاخر؟ هيقرا واحد. يعني واحد بالظبط كده. على الأوانية ما كنتش موصله على حاجة، ما فيش حاجة كانت موصله عليه، عشان كده برا وجوه زيرو وزيرو بزيرو. لكن المرة دي لا، أنا عندي تانك ليه ضغط واحد بار وطلعت. أنا خليت الضغط اللي حواليه بكام؟ ضغط الجوي بكام بقى فوق في الفضاء؟ بزيرو. آه بس هو الشيمبر نفسها ضغطها كام؟ واحد. فهيقرأ لي كام بقى دلوقتي؟ واحد. خد بالك تاني، هو بيقرأ الفرق ما بيني ما بين جوه الغرفة وما بين اللي إيه؟ الهواء اللي حواليها أو الضغط الجوي اللي حواليها. طيب وبناء عليه لما احنا بصينا على المثال دوت اللي هو ايه، بنقول والله انا عندي لو فرغت التشيمبر دي اهو، لو انا عندي تشيمبر من منظر ده كده اهو وركبت عليها العداد ده، العداد ده كان اصلا قاري كام؟ ها قاري كام يا شباب؟ قاري زيرو. ليه معناها زيرو؟ معناها انها جواها كام؟ واحد اتموسفير، صح، اللي هو ضغط الجو. طب انا بدات اسحب ماده من جوه التانك ده، اخد ماده، اخد هواء، اخد هواء، اخد هواء، ايه اللي هيحصل في الضغط جوه هنا؟ الضغط هيبقى هيقل. الضغط هيقل. طيب لو انا بعمل الكلام ده كسكيل يعني ايه؟ يعني لو انا كان عندي المؤشر قاري لي زيرو، وفي الحقيقه دي معناها ايه؟ معناها ايه المؤشر يقرا زيرو؟ معناها ان اللي جوه التانك كام؟ واحد بار. واحد بار بالظبط. يبقى ابسليوت واحد بار. يعني كلمة زيرو جيج معناها انه في الحقيقة انه واحد بار. لو بدأت افرغ 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 التانك ده، الليفل ده هيبدأ يقرأ كام؟ ها يقرأ لي بالنيجاتيف. عمال العدد ماشي بالشقلوب، ماشي بالعكس، عمال يقرأ بالنيجاتيف. معناه ان انا عمال افرغ افرغ افرغ. السؤال اقصى تفريغ انا ممكن اوصل له كام؟ لغاية لما الاقي ان انا اوصل لغاية كام؟ زيرو. مين؟ زيرو بار، اللي هو زيرو ابسليوت. ايوه بس العدد هيكون قاري ايه بقى؟ العدد نفسه هيكون واقف نيجاتيف بار. اه نيجاتيف واحد بار بالظبط كده. يبقى اقصى تفريغ ممكن يحدث كام؟ عندي جراج كان فيه 10 عربيات، الجراج يستوعب 10 عربيات، خرجت عربية ورا التانية، أقصى تفريغ ممكن يحدث للعربيات دي كام؟ الجراج ده مش فيه عربية جوه. نعم؟ ما يكونش فيه ولا عربية جوه. ما يكونش فيه أيوة، يعني معناها فرغت كام عربية؟ فرغت 10 عربية بالظبط. لو واحد ده قال لي أنا فرغت 11 أقول له يا عم إزاي؟ أصلا إذا كان هو كجراج ما فيش أكتر من ما يستوعبش أكتر من 10. فنفس الكلام لو أنا عندي العداد ده أقصى تفريغ قرا لي كام؟ نيجاتيف 1، معناه إن المادة اللي جوه بكام دلوقتي؟ ما فيش مادة أصلا، أنت سحبت كل الإيه؟ المادة اللي جوه. السؤال بقى لو واحد وهو بيحل طلع معاه نيجاتيف 1.5 بار، نيجاتيف 2 بار، يبقى إيه اللي بيعمله ده؟ يعني حاجة غلط. في حاجه غلط بالظبط كده. طيب يبقى كده احنا شفنا ايه موضوع النيجاتيف. طب لو هو قرى زياده، يعني بدات اشحن التانك ده بدل ما هو واحد بار دخلت له هواء كمان زياده 2 3 ها، هيبدا العدد ده يقرا فين؟ ها لفوق، يقرا في البوزيتيف، يقرا بالزياده، يبقى برضه جيج. فلو هو قرا لي سي مثلا العدد ده لقيته قرا 2 بار، يبقى هو في الحقيقه كام؟ ابسوليوت كام؟ اهو لو انا وقفت هنا ولقيت العدد واقف عند 2 بار،
يبقى هو اصلا الماده اللي جوه ضغطها كام، ابسوليوت كام. هو قرى زياده عن اللي موجود بكام؟ باتنين. يبقى هو كام بقى؟ ثلاثه. انت بالظبط ثلاثه ايه؟ الوحده بتاعتك ايه؟ ثلاثه بار. ثلاثه بار بالظبط، ثلاثه بار. جميل. نيجي بقى لسؤال مهم، اللي فيه كراح يملى هوا عند الراجل بتاع الكاوتش. انت بتقول للراجل املى لي الكاوتش على كام؟ 30. 30 ايه؟ ما دي مصيبه. ها 30 ايه؟ هم 30 بار. هيا شباب، وحدات دي وحدات بريطانية بي اس اي، هتلاقيها دايما، عشان كده دايما دايما خد بالك من الوحدات. 30 بي اس اي. طيب هو يعني ايه 30 بي اس اي؟ الحقيقه انه كل 14.7، يعني قول 15، يعني كل 15 بي اس اي يمثل لي ها واحد اتموسفير. فانت قول كده كل 15 تمثل كام؟ واحد اتموسفير، يعني واحد بار. طيب انت لما تجي تقول له انا حامله العجله على 30، معناها ان انت ماليها كام يا باشمهندس؟ نمبر ايه؟ ده العداد. يعني العداد قاري زياده عن الضغط الجوي كام بار؟ 2 بار. يبقى العجله اصلا من جوه مليانه كام بار؟ ابسوليوت 3 بار. فخد بالك، انا مره كنت بملى عجل وكان الراجل اللي قدامي عربيه ما شاء الله فخمه، يعني الراجل اللي كان العامل اللي بيملى الهواء عمل ايه بقى؟ راح مستعمل سويتش للعداد، بدل ما بي اس اي بيقرا بيه البار، فهو ملاه له كام؟ 3 بار. القرايه 3 بار دي معناها جيج ولا ابسوليوت؟ العداد بيقرا ايه؟ جيج. معناها ان نفخ العجله دي على كام؟ 4 بار. تخيل ابسوليوت، انت تخيل احسن في العجله ديت. تمام طبعا، بنسترك الراجل ده لسه عايش. المهم لما انا جيت املا قلت له ايه اللي انت عامله؟ قال لي ما هم اتنين زي بعض. ها شفت العلم، ممكن ها يونتس ممكن تعمل ايه؟ خد شايف الفرق من التحويل، هل 30 بي اس اي تمثل 3 بار؟ خدنا بالنا؟ خد بالك من موضوع ايه؟ الوحدات. طيب هل بالنسبه لك كده، لو انا رجعنا تاني للسلايد دي، شفنا كلمه ان انا عندي اهو ادي الابسوليوت بريشر اهو، لو انا عندي الاتموسفير بالرقم ده اللي هو 1 بار، لو انا العداد بتاعي وليكن ارى 0.25 بس بالفاكيوم، يعني فراغ تفريغ فرغت، يبقى الرقم ده العدد اراهولي، يبقى الابسوليوت كام؟ 0.75. كمان تمام. طب لو العداد قري لي 0.25 بس ده زياده جيج، يبقى اصلا ابسوليوت كام؟ 1.25 بالظبط. ايه اللي احنا بنعمل المعادله الرياضيه اهي، ادي الجيج هو عباره عن الفرق بين الابسوليوت وبين الاتموسفيرك، والفاكيوم نفس الكلام هو الفرق بين الاتموسفير وبين الابسوليوت اللي عندك. دي المعادلات اللي انا محتاج بس اعرفها عشان لما اجي احسب او اخبر. انت كده بالنسبه لك فهمت ازاي بنحسب العمليات ديت، واضح يا شباب الكلام ده ولا في مشكله؟ نعم. معلش، من ساعه الحته بتاعت 30 اللي حضرتك شرحتها دي انا تهت فيها. تمام. دلوقتي انا عندي 30 بي اس اي، دي وحدات بريطانيه، وحدات الضغط بس الوحدات البريطانيه. فاحنا بنقول تقريبا ان عندي كل 15 بي اس اي ده بيناظر تقريبا 1 بار، والحقيقه انها 14.7 يعني. تمام كده؟ طيب فلما انا يكون عندي 30 بي اس اي، ده معناه ان انا عندي كام بار؟ انا عندي 2. 2 بار. ايوه بس الكلام ده مين اللي قراه لي؟ العداد. فلما العداد يقرا 30 بار معناه انه قاري 2 بار. البار ده ابسوليوت ولا جيج؟ ده ابسوليوت. بقول لك يا باشمهندس العداد هو اللي قاري الرقم دوت، ما هو في العداد قاري يبقى جيج. ايوه يعني بقى اصلا جوه العجله كام؟ جوه العجله هيبقى 3 بالظبط. عملتي ايه؟ جمعتي الابسوليوت. جمعتيه ازاي؟ ان انا جبت الاتموسفيريك بريشر اهو، بي اتموسفير زائد بي جيج، فجبت بي ابسوليوت. يبقى الابسوليوت اللي انت جبتيه اللي هو 3 بار ده جبتيه منين؟ انك جمعتي واحد القرايه بتاعت العداد اللي هي كانت 2 بار
والواحد اتموسفير اللي انت عارفه من الاول مجموعهم على بعض يطلع فعلا 3 بار. كده وضحت ولا اقولها بطريقه تانية؟ كده شكرا. تمام اوكي. طيب الحقيقه ان انا ساعات مش بتعامل مع ضغوط استاتيك قوي كده يعني دايما ثابته يعني او لا لا احنا ممكن يكون في عندي حاجه دايناميك بتتغير بسرعه جدا. فالحقيقه ان العدد ده ما يقدرش يعني يستجيب بالسرعه الرهيبه دي للتغيرات اللي ممكن تحدث. عشان كده طلع جديد ايه بقى حاجات كهربائيه كمان معانا، حاجه اسمها بيزو الكتريك بريشر ترانسديوسر او سنسور. ده بيتركب جوه مثلا حاجه الضغط فيها بيحصل فيه تغير سريع، يعني مثلا كل مايكرو سكند او كل 1 سكند او كل 0.5 سكند بيحصل تغير في الضغط، فده يقدر يلحظ هذا التغير. عبارة عن جهاز بيتأثر بتغير السريع في الضغط ويبعت السيجنال بتاعته للكمبيوتر. فاحنا نشوف بقى على شاشة الكمبيوتر ده كده انا في عندي ايه التغير في الضغط. طيب حاجة تانية، انا ممكن استخدم لو كان الفروقات صغيرة قوي، الفروق ما بين الغاز بتاعي وبين الاتموسفير فرق صغير، ممكن استخدم حاجة اسمها المانومتر. يعني ايه مانومتر؟ حاجة اسمها يوتيوب مانومتر. اهو ادي الغاز اهو، هركب عليه يوتيوب مانومتر اللي هو شكل الانبوبه اللي انت شايفها واخده حرف يو اهي. فايه اللي هيحصل؟ الغاز ده لانه ضغطه اكبر من الضغط الجوي هيبدا يزق الفلويد اللي انت شايفه لونه ايه؟ لونه رصاصي ده كده اهو، الفلويد اللي عندك دوت وليكن مثلا زئبق، فهيبدا يزق. طيب لما اجي ابص على الليفل عشان احل مساله زي دي اعمل ايه؟ بص على الليفل هتلاقي ان ليفل 1 وليفل 2 او نقطه 1 و2 واقفين على نفس الليفل، نقطه 1 و2 واقفين عند نفس الليفل. ده معناه ايه؟ بما ان مفيش حركه يبقى كده ستاتيك، معناها ان الفورس اللي على واحد هي نفسها الفورس اللي على اثنين، معناها ان الضغط اللي على واحد هو نفس الضغط اللي على اثنين. ايوه بس واحد شايل فوق دماغه ايه؟ الضغط بتاع الغاز اهو. طب واثنين؟ لا ده شايل اتموسفير الاول، بي اتموسفير اهو مأثر صح ولا لا؟ وكمان مع الحته دي اللي هي رو جي اتش، يبقى لو جمعت بي اتموسفير زائد رو جي اتش يبقى ده النقطة اللي اتنين شايلاها. طب ما هي اتنين زي واحد، يبقى كده عرفت ضغط جوه الغاز. اه طب لو انا حبيت احسب الكلام ده كجيج، بي جيج للغاز ده يا باشمهندسين يطلع كام؟ حد بقى يقول لي عوض عنه بكام؟ نعم اشيل اتموسفيريك بريشر بالظبط، يبقى لي كام بقى؟ رو جي اتش بالظبط، رو جي اتش هو ده الاجيج بالنسبه لي. طيب ساعات لما اجي اتعامل مع القصه دي الاقي انه الزئبق لان كثافته عاليه قوي الاقي ان الارتفاع الصغير ده صغير جدا مش انا مش عارف اشوفه، فبس بشيل الزئبق واحط مكانه مثلا وليكن زيت او احط مكانه ميه، بردك الليفل صغير. يعني ايه الليفل صغير؟ يعني تخيل كده ان انا عندي اليوتيوب بنمتر ده، انا كبرته كده شويه فلقيت ان الليفل بتاعي اهو الفرق ما بينه وبين الليفل اللي موجود هنا 1 سنتي. يعني ايه 1 سنتي؟ يعني لو انا كبرت القصه دهيت اهو ادي مليكم مثلا كان عند 50 سنتي ها، ولقيت الميه واقفه عند كام؟ عند 51 سنتي. انت عندك على المانومتر ده في الايه؟ الملي. الملي عينيك ممكن تغلط في كام يا باشمهندس؟ في ملي اللي هو المؤشر اللي هو بتاع المؤشر اللي موجود عندك هنا، في عندك كام علامه؟ في عندي 10 علامات اللي هو من 50 ل 51 اللي هو السنتي، يعني بيمثل مليهات ملي ملي ملي. اه يبقى كده انا عندي غلطه في واحد. السؤال بقى لما يكون اصلا القرايه بتاعتي 1 سنتي يعني 10 ملي، وانا احتمال اغلط في 1 ملي، فبيسموه حاجه اسمها بلس ماينس، مش انا ممكن يكون انا واخده غلط زياده او واخده غلط بالنقص. معناها ان الايرور ده كام في الميه يا باشمهندس؟ 10%. ده رقم كبير. تخيل انت واحد مطلوب منك حاجه اكيوريت، فطبعا الرقم 10% ده رقم كبير جدا. طب وفي حل للقصه دي؟ ما احنا لو كنا عملنا زئبق اصلا ده ما كناش هنشوف حاجه، وعملناه ميه فاحنا بقول لك بقى 10 ملي، بس في احتمال يكون عندي ايرور قيمته 1 ايه؟ 1 ملي. ها عندك حل او اقتراح لهذه المشكله؟ حد عنده حل لهذه المشكله؟ حط ماده اخف من الميه. ما هو مش لاقيين اقل من كده. ها طب انا ممكن اخفف الاتموسفيريك بريشر يعني اعمل الفاكيوم فوق الاتموسفير؟ انت اذا كنت انت عايز تطلع الفرق بينك وبين الاتموسفيريك بريشر هتغير الجو ازاي؟ انا قصدي يعني حاسس ان انا اخفف فيزوق اسهل. ها
لا الحل يا باشمهندس انك تعمل حاجه بسيطه جدا تميله شايف inclined فالقرايه بقى لما تكون مايله ما هو نفس خد بالك الليفل هو هو الارتفاع انت بتقيس ايه vertical h vertical h دي المفروض انها كام 10 ملي لكن لما تميله هتشوف انت على الميل 10 ملي بقى ولا ممكن توصل ل 20 ملي انا ممكن اخليه 20 ملي بالظبط في الحاله دي انا هقرا كام 20 ملي الايرور عندي كام في 1 ملي كده خليت الايرور كام في الميه 5% شفت انا قللت الايه الايرور ل 5% وده كده مقبول تمام جدا وبعدين هاخد ال 20 دي اعمل ايه اعمل لها كوزاين الزاويه اجيب الفيرتيكال بتاعها يطلع في الاخر كام 10 ملي يبقى انا لما هعوض في المعادله هعوض ب 10 ملي لان انا بتكلم على الفيرتيكال لكن الايرور اللي عندي دلوقتي اصبح كام قيمته مالها اقل بكتير واضح يا شباب موضوع الانكلايند مانومتر ليه بنستخدمه تمام كده تمام طيب من ضمن الابلكيشن على الكلام ده برضه كبريشر حاجه اسمها الهيدروستاتيك بريشر يعني ايه يعني انت بتشوف انت في محطه البنزين الناس اللي بيعملوا صيانه العربيات بيقدر يرفع العربيه لفوق ايوه يعني يرفعها زي ده وزنها بالطن الحقيقه ان انا عندي ترومبا بامب يعني او بتزق لي الفلويد اللي هو الزيت جوه مكبس واسطوره بالمنظر ده من ناحيه الشمال زي ما انت شايف كده الفورس هو عباره عن بريشر 1 في اريا بس خد بالك الاريا صغيره والبريشر اللي انا هوصل له هو هو بريشر 1 هو بريشر 2 لكن الناحيه الثانيه ناحيه العربيه على ان بيستون ده الديامتر بتاعه كبير عشان ارفع العربيه مثلا وليكن مثلا متر او مترين لا الناحيه الثانيه بتحرك بقى 5 متر 10 متر مش مشكله لكن الفكره هنا ازاي اعمل ماجنيفيكيشن زي كانه امبليفاير القصه دي بالنسبه لي كانها امبليفاير بازاي ان انا ارفع الفورس بتاعتي من فورس 1 لفورس 2 باستخدام حته ان انا عندي الضغط عند واحد او عند السائل نفسه في اي نقطه جوه السائل دوت هتلاقي ان السائل ده ضغطه هي ضغط واحد في اي نقطه عندي جوه السائل لونه بينك ده هلاقي ان الضغط بتاعي هو هو بس انا استفدت ايه ان الاريا 1 صغيره واريا 2 كبيره فعملت بيها ماجنيفيكيشن للفورس ففورس 1 بقت صغيره لان ده اللي انا في ايدي والفورس الناحيه 2 نفس الكلام لما بتبقى عندك عجله حصل لها مشكله في العربيه وعايز تغير العجله بتعمل ايه بتجيب انت الكوريك ما الكوريك ده عباره عن نفس الكلام هيدروليك سيستم عباره عن فلويد وانت بايدك شوف ايدك انت قوتك مهما كانت ضعيفه بالنسبه لوزن العربيه لكن انت بالدراع اللي بتعمله دوت الفورس اللي بتعملها دي كافيه انها تشيل الايه ال 2 طن ترفعه ازاي اهو بنتيجه فرق الدايمتر بتاع انت بتضغط بفورس في اريا صغيره لكن الريفلكشن بتاعها بيبقى عباره عن فورس كبيره نتيجه ان انت عندك اريا اكبر اللي هو رد الفعل بتاع الحركه بتاعه الايه الهيدروليكس رافعه الهيدروليك انت شغال بيها ديت واضح يا شباب اي سؤال في القصه ديت كده احنا خلصنا اول حاجه اللي هو بروبرتي اسمها البريشر تعال نبص على بروبرتي ثانيه اسمها التمبريتشر الحقيقه حد كده يقول لي تعريف ايه هو التمبريتشر لو حد يقدر يساعدني ويقول لي ايه هو تعريف التمبريتشر ما هو تعريف التمبريتشر يا شباب تعريف التمبريتشر ايه ما هو تعريف التمبريتشر معايا ولا رحتوا فين يا باشمهندسين ايوه تعريف التمبريتشر ايه مفيش تعريف التمبريتشر الحقيقه ان مفيش تعريف التمبريتشر امال ايه بقى انا مستني اجابه ها في تعريف التمبريتشر ولا مفيش انا عارف دكتور هي درجه حراره بس تعريف ايوه يعني ايه الحقيقه زي ما بقول لك مفيش تعريف للتمبريتشر هو كل حكايه ان في ظاهره الراجل شاف ميه بتتجمد فقال عليها انا هدي الرقم ده 32 ولما الميه تغلي هديها رقم 212 فده اسمه سكيل فهرنهايت واحد تاني قال لك لا انا مش عاجبني الكلام ده انا لما الميه هتتجمد انا هديها رمز او قيمه اسمها زيرو
ولما تغلي الميه هديها قيمه ولتكن 100. فالحقيقه ان هو ظاهره، يعني لو واحد تاني منكم قال والله انا هاخد الرصاص وهعمل له انصهار، ولما هعمل له انصهار ده هسمي الانصهار ده مثلا ب 500، ولما يتجمد هسميه 300 واسميه وليد، يبقى ده سكيل اسمه وليد حقه يعني مفيش مشكله. فالحقيقه ان انا عندي تو سكيلز، سكيل بتاع السيليزيوس وسكيل بتاع الفارنهايت، هم دول الاشهر موجودين دلوقتي. السكيل اللي هو السيليزيوس ده تبنته الاس اي يونت، لكن هو الحقيقه مش دي الابسوليوت تمبريتشر، انما هو مجرد انديكيشن. التمبريتشر ما هي الا انديكيشن لان المكان ده فيه طاقه او فيه حراره بمعنى اصح، او ثيرمال انرجي اللي هنعرفه بعد شويه اسمها الانترنال انرجي. لكن كرقم مفيش حاجه بتقول لي انا 5 انا 10 انا 15 انا 30، مفيش حاجه اسمها كده. الماده مش هتقول لي درجه حرارتي كام. مثلا بيقول لك ايه الساعه 7 الصبح، يعني ايه 7 اصلا؟ هي مفيش حاجه في الكون بتقول لك انا احنا الساعه 7. ده احنا اللي قلنا لما الشمس تطلع هنسميه ده الشروق، ولما الشمس تغرب هنسميه ده الغروب، او الساعه 12 بالليل دي هنسميها منتصف الليل، ونعد منها. على فكره في توقيت غير التوقيت اللي احنا شغالين بيه ده، اسمه ان انا مرتبط بالشروق، يعني لما الشروق تطلع دي بدايه الساعه عندي زيرو وابدا اعد، فده رقم تاني غير رقم. فهي مجرد ظواهر انا حولتها انا لسكيل، لكن هي اصلا ما بتقوليش انا رقم. طيب لما نيجي نبص بقى على الابسوليوت سكيل، هو مين؟ هو حاجه اسمها الكلفن. ان لو قدرت توصل لحاجه اسمها زيرو كلفن وده اسمها ابسوليوت temperature. على نفس الكلام ده او المقياس دوت حاجه اسمها رانكن سايكل، رانكن سكيل، ده اللي هو بريتش يونت الاس اي اللي هو الابسوليوت تمبريتشر. طب هنعمل الكلام ده ازاي او هنعرف الكلام ده ازاي؟ لو انا جيت بصيت كده على تانك زي ما انت شايف على ايدك اليمين تحت كده، باين عندك التانك ده، وركبت عليه عداد، عداد بيقيس الضغط وعداد بيقيس التمبريتشر، لو بدات اعمل تفريغ 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 للماده اللي جوه لغايه لما وصلت ان مفيش اي ماده، العدد ده هيقرا كام؟ هيقرا 0 جي 0 ايه فاكيوم، يعني مفيش عندي سوري يعني 100% يعني 1 بار، يعني هيقرا في الاخر 1 بار فاكيوم، يعني ما بقاش عندي ابسوليوت بريشر خالص قيمته كام؟ 0. الابسوليوت بريشر قيمته كام؟ ب 0. في اللحظه دي لما اجي ابص على التمبريتشر المفروض ان مفيش عندي ماده، بالتالي عندي 0 كلفن. هو ده معنى كلمه ابسوليوت تمبريتشر، اللي هي بتناظر بقى كام على السيليزيوس؟ ناقص 273. يعني الفرق ما بين السكيل السيليزيوس والسكيل بتاع الكلفن اللي هو الابسوليوت هو قيمه كام؟ 273. اهو تاني لو انا عايز اعرف انا ماده بتاعتي استها تمبريتشر بالدرجه بالسيليزيوس وعايز احول الكلام ده لكلفن، كل اللي هعمله ان هجمع عليها 273. طب انا عايز احول الكلام ده بنفس الفكره الى وحدات برطانيه، اهو هقيسها بالفهرنهايت واجمع عليها 459، في الحاله دي هحولها الى رانكن، ده اللي هي الابسوليوت تمبريتشر بس بوحدات برطانيه. احنا شغالين وحده اس يونت. طيب ناخد بالنا من حاجه، انا لو انا عندي قياسات بالفهرنهايت وحبيت احولها الى ها الى ايه؟ الى سيليزيوس، اعمل ايه؟ ما خد بالك هو الراجل بيقول لك ايه، الميه بتغلي عند كام؟ الميه بتغلي عند 100 في حاله سيليزيوس وبتتجمد عند الزيرو. ده السكيل اسمه ايه؟ السكيل اللي انا برسمه دوت ده سكيل الايه؟ سيليزيوس. في المقابل بقى الراجل بتاع فهرنهايت قال لا، الميه هتغلي عند 212 وهتتجمد عند 32. السكيل انا رسمه ده اسمه سكيل ايه؟ فهرنهايت. السؤال بقى من 0 ل 100 على سكيل السيليزيوس كم درجه عندي؟ الدرجه. لكن على سكيل الفهرنهايت من 32 ل 212 ده كام درجه؟ 180 درجه. يعني ال 100 درجه بتنظر كام؟ 180. طب لو انا خدت 10 درجات هنا على سكيل بتاع السيليزيوس هتناظر الناحيه الثانيه كام؟ 18. طيب لو انا خدت بس درجه واحده تناظر الناحيه الثانيه كام؟ 1.8 بالظبط كده مظبوط. عشان كده السكيل بتاعي اهو لو انا حبيت احول من سيليزيوس لفرنهايت كل مطلوب مني اضرب التمبريتشر بتاعتي في كام؟ 1.8. بس خد بالك انت مش بتبدا من عند الزيرو زي سيليزيوس، لا ده انت بتبدا عند كام؟ 32. عشان كده هتجمع عليها 32 تحولها الى فرنهايت. واضح التحويل ازاي من سيليزيوس لفرنهايت؟ طب السؤال بقى لو انا حبيت اعمل الكلام ده ك ايه؟ يعني دلتا كلفن ايه علاقتها بدلتا سيليزيوس؟ واضح ان هم ايه؟
قد بعض. هتقول لي ازاي؟ اهو لو انا عندي مليك وليكم مثلا 27 درجه سلسيوس هتجمع عليها 200 ها 73 دي هتحولها لك لكام؟ ل 300 كلفن. طب لو كان عندي 28 درجه مئويه، طب ما انت هتجمع عليها 273 عشان تحولها لكام؟ اهي 300 وكام واحد كلفن. لو طرحتهم من بعض على ايدك اليمين هيبقى الدلتا كام؟ ها دلتا واحد واحد كلفن. طب وعلى ايدك اليمين شمال اهو برضك نفس الكلام واحد سيليزيوس. ايه اللي انت استنتجته؟ اهو الدلتا سيليزيوس هي نفسها الدلتا كلفن. فلو انا مثلا عندي افترض مساله او 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 معلومه بتقول لي البروبرتيز، بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا عندي حاجه اسمها سي بي، والرقم ده قيمته 1.005 بالنسبه للاير، السي بتاعت الاير الوحده بتاعته عباره عن ها كيلو جول لكل كيلو جرام ها سيليزيوس. هل دي تفرق لو كنت قلتها 1.005 كيلو جول بير كيلو جرام كلفن؟ هل في فرق؟ لا. لا ليه؟ لان الدلتا ده اهي اهي هي نفسها دلتا، دلتا سيليزيوس هي نفسها دلتا ايه كلفن، واضح؟ لكن لو انا هعوض برقم ابسوليوت، يعني انا مطلوب مني اعوض برقم وليكن بي في في بتساوي ام ار تي، هل التي دي دي ديفرنس ولا تمبريتشر صريحه؟ تمبريتشر صريحه. لما اجي اعوض هنا قال لك لازم تعوض بالايه؟ بالكلفن. عوضت بالسيليزيوس باظت لان هنا مش ديفرنس، واضح الشباب القصه دي؟ طيب السؤال الثاني، لو انا عايز اجيب اقارن ما بين دلتا رانكن وفهرنهايت هلاقيهم نفس الفكره. بس لو هقارن ما بين دلتا سيليزيوس مع دلتا فهرنهايت، ها الفرق كام؟ هل هم قد بعض؟ لا دوت مضروب 1.8. ناخد بالنا ان مضروب في كام؟ 1.8. واضح؟ جميل. طب هم عرفوا منين فعلا موضوع الزيرو كلفن ده؟ يعني عرفوه ازاي؟ تعال تخيل ان انا جبت كده غاز بالمنظر ده وليكن غاز اسمه A، وبدات ارسم علاقه ما بين الفوليوم سوري البريشر والتمبريتشر، يعني غاز ده حجمه ثابت وعمال اسخن فيه، فاول نقطه كان عندي بريشر مع تمبريتشر، ها سخنت اكتر الضغط عمال يزيد لان الحجم ثابت والتمبريتشر عمال يزيد وهكذا، وبعدين وقفت العمليه دي خالص. طب وعملت ايه بعد كده؟ قلت طب ما نعمل العكس، بدل ما اعمل العمليه دي في المعمل لا هعملها على الورقه. يعني ايه؟ مش هو انا كنت بردت كنت همشي على نفس الخط دوت اللي انا رسمه لونه احمر ولا لا؟ يعني سواء انا عملت هيتنج او عملت كولينج، مش انا كده كده همشي على نفس النقط دي ولا لا؟ تمام. طب تعال نمد الخط ده اكتر، فبدا واحد يمد 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 الخط لغايه لما وصل عند النقطه اللي هي هنا. قال دي بقى اسمها ايه؟ سماها الزيرو كلفن، دي الابسوليوت. طب واحد قال له طب مش طمنا ان كلامك صح، قال لك خلاص تعالى نعمل نفس التجربه مع مين؟ مع بي. بس مع بي كانت القرايات بتاعتي اهي واهي واهي، ولما جه يوصل ايه ده انطبقت فعلا عند نفس النقطه. طب عملنا التجربه دي مع سي اهي، ادي نقطه كمان ثانيه اهي، وجينا نوصل بس بالاكسترابوليشن. الحقيقه ان عمليا الكلام ده مش هيحصل. ليه؟ لان هتيجي عند حته معينه والماده دي هتحول من سائل من غاز الى سائل، ومن سائل هيتحول بعد كده الى ايه؟ الى صلب مثلا لو زي الميه. ففي الحاله دي ما ينفعش تقول ان انا غاز بعمل له فضغطه هيتغير مع درجه حرارته هتتغير، لكن هي ثيوريتيكالي لو مدينا النقط دي لغايه الاخر هتوصل لغايه نقطه الايه؟ الزيرو كلفن بالمنظر ده. لكن هو عمليا هو ما عملش كده، هو كان بيسخن وياخد قرايات وبعدين يعمل ايه؟ اكسترابوليشن ناحيه التبريد. واضح يا شباب جيبوا منين موضوع الزيرو كلفن؟ صديت. طيب من ضمن البروبرتيز عندنا حاجه اسمها الدنستي اللي هو الماس على الفوليوم. لو قلبنا التعريف ده يعني ايه؟ لو قلبت الفوليوم على ماس فبجيب حاجه اسمها السبيسيفيك فوليوم اللي هي مقلوب الدنستي. ايه الفرق؟ الدنستي معناها ايه؟ كل المتر مكعب جواه كام كيلوغرام، انما هنا الوحدات بتاعتي اتغيرت. الوحده انا عندي كام ها متر مكعب لكل كيلوغرام، يعني كل كيلوغرام بيشغل حيز من الفراغ كام؟ ده الفرق بين المفهوم دينستي ومقلوبها اللي هو السبيسيفيك فوليوم. واضح يا شباب؟ اي سؤال في القصه ديت؟ لا
طبعا انت عارف قبل كده من الفيزياء ومن الكيمياء خدت حاجه اسمها سبيسيفيك جرافيتي. لو انا قسمت الدنستي بتاعتي على الدنستي بتاعت الميه فبجيب الريشيو بينهم عامله ازاي. الهدف من القصه دي نعرف لو انا حطيت التو فلويدز دول فوق بعض مين اللي هيطفو على التاني، او بمعنى اصح لو حطيت ماده هتطفو عليها ولا لا. يعني انا عندي خشب، ما لو انا بصيت كده على الخشب بيطفو اصلا على مين، على 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 الميه لان كثافته اقل. طب ما نفس الكلام لو انا عندي زيت كثافه الزيت 800 كثافه الميه كام 1000. ففي الحاله دي لما اجي احسب كثافه الزيت يبقى سوري الجي السبيسيفيك جرافيتي للاويل هيطلع قيمته كام 0.8. ايه معنى كلمه 0.8؟ معناه ان انا لو حطيت الزيت ده فوق الميه الزيت ده هو اللي هيطفو فوق الميه، هلاقي الليفل اللي فوق هو الزيت واللي تحتيه الميه. بعكس لو انا حطيت زئبق، لو انا حطيت عندي السبيسيفيك جرافيتي سوري للزئبق هلاقي ان الرقم ده يطلع 13.6. ايه معناها؟ ان هلاقي الميه هي اللي فوق والزئبق موجود مترسب عندي تحت. تمام كده يا شباب؟ عندي كمان حاجه اسمها سبيسيفيك ويت، يعني لو ضربت الدنستي في عجله الجاذبيه هتديني جاما اللي هي سبيسيفيك ويت نيوتن لكل متر سكوير. دي شبه مجموعه بس بروبرتيز. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ اي سؤال يا شباب لغايه دلوقتي؟ انا باشمهندسين. تمام، نيجي لموضوع حاجه اسمها الستيت والاكوليبريم. احنا كنا من شويه كنا بنقول لك ايه، انا هعمل بروسس. فاكر لما قلنا هنمشي من نقطه 1 لنقطه 2 ونعمل سايكل لغايه نقطه 3 والكلام ده كله؟ ايوه، ما هي نقطه 1 دي اللي انت عملت تقول عليها دي، او نقطه 2 دي بنسميها حاجه اسمها ستيت. يعني ايه ستيت؟ يعني لازم احقق مجموعه من الشروط عشان اقول السيستم بتاعي ده واقف عند ستيت. ايه هي الشروط دي؟ الحقيقه لازم يكون عندي اتزان حراري. يعني ايه اتزان حراري؟ يعني لما ابص عندي تانك بالمنظر ده واركب جهاز ترمومتر يقيس لي النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، كل ما اقيس الاقي نفس التمبريتشر بتاعتهم واحده، زي ما شايف اهو، شايف على ايدك اليمين فوق، كل ما اقيس التمبريتشر في اي نقطه بكام؟ ب 32. بعكس قبل القصه دي لو انت كنت بصيت لا ده كل نقطه مالها مختلفه، يبقى فيش اتزان، فيش توازن، مفيش اكوليبريم. يبقى ما ينفعش اقول على الكلام ده على ايدك الشمال. يبقى ايه ده ينفع اقول عليه ستيت؟ لا ما ينفعش اقول عليه ستيت. انما بي ينفع اقول عليها ستيت لان النقط كلها عند نفس التمبريتشر. انا ممكن اتنقل من ستيت لستيت، يعني اسخن الغاز ده من 32 لغايه 50، بس لما اقيس عند كل نقطه الاقيها كام؟ الاقيها 50، بتنقلت من ستيت لستيت. طيب نفس الكلام، اتزان غير حراري كمان لازم يكون اتزان كيميائي. يعني ايه اتزان كيميائي؟ يعني ما الاقيش تغيرات كيميائيه. يعني ايه ما الاقيش تغيرات كيميائيه؟ يعني مثلا لو بتكلم ده اير، ما هو اير معناها ايه؟ معناها ان لو خدت مقطع هنا هلاقي نسبه الاكسجين للنيتروجين كام؟ 21.79. طب ولو خدت مقطع هنا، خدت مقطع هنا، قست في اي حته هلاقي نسبه الاكسجين لنسبه النيتروجين نفس الايه النسبه. طب لو انا مثلا عندي غاز وليكن CH4 ومعاه اكسجين، طيب ما هو لو انا قست عند اي مقطع ولقيت الريشيو بينهم CH4 كان 1 الى الاكسجين اللي هو 4 او 1 ل 15، جميل جدا مفيش عندي مشكله، كل ما اقيس عند اي مقطع الاقي كام. لكن لو عملت كومباشن، عملت حريق، لا خد بالك المنطقه دي بقت CO2 و H2O مثلا. طب والمنطقة دي؟ لا ده المنطقة دي فيها لسه CO وOH وO2 وCH4، والمنطقة اللي فيها CH4 ايه ده في اختلافات اهو. لا كده ما ينفعش اقول عليها كلمة اكوليبريم. طب لو انا حرقته كله وتحول كله عندي الوضع الجديد كله، لما اخد عند اي مقطع وابص كده ولا اقيس الاقي ان انا عندي CO2 وH2O ومثلا 50% عند اي مقطع اروح فيه اقيس الاقي ان نفس CO2 والH2O بقوا ما خلاص خلصنا من السي، او مثلا في اتزان 25% CO2 و25% H2O و25% CH4 و25% مثلا O2 ماشي. بس في كل مقطع هتقيس هيطلع نفس الكومبوزيشن، نفس التركيبه هي. في الحاله دي اقدر اقول عليه كلمه ستيت. يبقى كده في اتزان حراري، اتزان كيميائي، في حاجه اسمها اتزان ميكانيكي. يعني ايه اتزان ميكانيكي؟ يعني لما اجي اقيس الضغط عند النقطه دي او النقطه دي او النقطه دي او اي نقطه اقيسها لازم الاقي نفس الضغط هو 5 بار 5 بار 5 بار. ما ينفعش حته يكون فيها 5 بار وحته الناحيه الثانيه فيها 1 بار، لا لما هو فيها هيحصل فلو، هيحصل حركه للفلويد. يعني الحاجه دي ما ينفعش اقول عليها كلمه اتزان او اكوليبريم، لازم كلهم واخدين نفس الضغط. في اخر حاجه يكون عندي اتزان في حاجه اسمها الفيز.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو كلهم غاز ده كله غاز او كله ليكويد، او لو انا عندي تحول من غاز لليكويد او من ليكويد لغاز، الاقي ان عند اي مقطع بقيسه الريشيو بينهم واحد، لكن لا ده بيتحول عمال ينصهر، تلج عمال ينصهر. لا ما هو عمال ينصهر دي معناه ان هو لسه ما وصلش لحاله ستيدي ستيت، يبقى انا كده مش هعرف اتعامل معاه كاكوليبريم. لو هو واقف عند وضع معين مثلا وليكن 50% سوليد و50% ليكويد، خلاص اوكي مهما عدى عليه من زمن الرقم هو هو تمام اوكي، يبقى كده بيتكلم على الفيز بتاعي اكوليبري. دكتور تمام، يبقى الشرط بتاعي ها اربع حاجات: اكوليبريم من ناحيه التمبريتشر، اكوليبريم من ناحيه البريشر، اكوليبريم من ناحيه الفيز، اكوليبريم من ناحيه الكيميكال رياكشن. ايه يا باشمهندس؟ هو في الفيز ممكن الاثنين يكونوا بيتغيروا مع بعض صح، بس بالنسبه ثابته بالظبط، مفيش مفيش مشكله عندي لو هما بيتغيروا، بس بشرط يفضل عند اي مقطع بقيس عنده يطلع الريش واحد. تمام طيب مثال زي كده، عندي ستيت 1 اهو كان عندي 20 درجه مئويه، كل بقيس عند اي حته 20 درجه الفوليوم كام؟ 1.5 متر مكعب. طب رحت ستيت جديده مفيش ما يمنع، اهو ستيت 1 اكوليبريم، ستيت 2 كمان هي اكوليبريم. ليه؟ لان لما قست النقط عند اي نقطه فيها التمبريتشر بكام؟ ب 50، الفوليوم اتغير اه مفيش مشكله، يبقى انا اتنقلت من ستيت رحت كمان لستيت ثانيه. نيجي ليه انواع الانرجي اللي احنا هنتعامل معاها السنه دي. اول حاجه الانترنال انرجي. ايه هو الانترنال انرجي؟ جزيئات اللي شايفها جوه اي ماده، الحقيقه ان هو فيها الكترونات بتدور حوالين النواه، والنواه في حد ذاتها بينها وبين اللي حواليها في انتر اكشن، في شحنات موجبه وشحنات سالبه، الالكترونات دي بتدور بكينتيك انرجي عاليه جدا، في انتر اكشن ما بين الجزيئات وبعضها، في حركه للجزيئات، في فايبريشن بتحصل جوه، كل مجموع الحاجات دي على بعضها اسمها ايه بقى؟ اللي هو الانتر اكشن والكينتيك انرجي والبوتنشال انرجي لكل الجزيئات على 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 سكيل المايكروستراكشر لكل الايه؟ المولكيولز يعني. اه لو جمعت كل الكلام ده يطلع عندي حاجه اسمها الثيرمال انرجي او الانترنال انرجي، اللي انت كنت مع دكتور تامر بيقول لك ايه؟ اه عشان يحصل انتقال حراره من نقطه لنقطه كان بيبقى في عندي المنطقه دي ليها ثيرمال انرجي او انترنال انرجي اعلى من النقطه الثانيه. طب وكان ايه الانديكيشن؟ ايه الدليل ان التمبريتشر في المنطقه دي اعلى من التمبريتشر في المنطقه دي؟ او ايه الدليل ان الثيرمال انرجي هنا اعلى؟ اه ان التمبريتشر هنا اعلى. فالتمبريتشر ما هو الا انديكيتور انديكيشن ل اخبار الانترنال انرجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما الانترنال انرجي هتزيد كل ما هلاقي ان التمبريتشر، لو حطيت الترومتر يعني يقيس، هلاقي ان قيمه الترومتر ده او القرايه بتاعتي هتزيد. طيب كمان ايه تاني عندنا؟ عندنا الكاينتيك انرجي، عندنا البوتنشال انرجي، كل دول انواع من انواع الانرجي. ها عندنا الالكتريكال انرجي ودي اغلى انواع الطاقه. ها نيجي للكيميكال انرجي، ونقدر اعمل ستور او اخزن الطاقه في صوره كاينتيك انرجي او بوتنشال انرجي او كيميكال انرجي. عندي كمان الهيت الحراره، وازاي انا احولها الى شغل ميكانيكي حركه. طيب سؤال، ايه الديفرنس ما بين الانرجيز دي؟ الحقيقه ان احنا كل اللي احنا بنحاول نعمله في العلم ده هو ازاي نستفاد بالانترنال انرجي، الكاينتيك انرجي، البوتنشال انرجي، الكيميكال انرجي والهيت، عشان احول كل دول في الاخر الى ورك، عشان اقدر احول الكلام ده في الاخر الى كهرباء. حد يقول لي ليه احنا بنعمل كده، وليه الميزه في الكهرباء عن اي واحده من دول؟ انفايرمنتال اللي هو يعني العكس، انت عشان تولد كهرباء محط كهرباء ده بتطلع عادم بتحرق وقود، فكده كده عشان تولدها مش الا لو حكيها من فوتوفولتيك، ده موضوع تاني، او ويند انرجي. انا ممكن استخدم الويند انرجي يطلع كده، بس ايه الحكمه ليه انا دايما العالم مهتم بالانرجي وتعتبر اغلى انواع الطاقه؟ يبقى اسهل في الاستخدام. بالظبط، اسهل في الاستخدام، وايه كمان؟ اسهل في ان انا احوله لاي صوره من الصور الثانيه اللي انا محتاجها. ما هو كلهم ممكن يتحولوا. ها اسهل في حاجه ثانيه. ها تخزين. العكس صعب في التخزين. اسهل في النقل، لازم تحولها كيمياء او تحولها بوتنشال انرجي او كده. ها اسهل في النقل. ايوه اسهل في النقل. لو انا عندي مثلا واحد عمل ورك في اسوان هينفع انقله القاهره؟ شفت ده بشكله عامل ازاي؟ عندي هيت اتولدت في مثلا في اسكندريه هنقلها ازاي مثلا القاهره؟ صعب.
الكيميكال ممكن بايبلاين بس في محاذير وخطأ، انما الترانسميشن في الكهرباء اسرع بكتير. ترانسميشن لاين تنقل الكهرباء من مكان لمكان، انت ولدت في حته واستخدمت في حته ثانيه بعيده جدا عنها بالاف الاميال، مفيش مشكله، هو بسرعه اسرع من اي واحده من ايه من دول. فهي دي الميزه فيها، حته انها تقدر تنقلها من مكان لمكان، لكن عيبها زي ما انت عارف موضوع التخزين مش سهل. طيب نيجي لي التوتال انرجي. لو انا عندي سيستم عايز اجمع الانرجي بتاعته، الحقيقه ان انا عندي توتال انرجي هي مجموع ثلاث حاجات، الانترنال بتاعته بكام، الكاينتيك انرجي بتاعته بكام، والبوتنشال انرجي بتاعته. الصيغه دي اسمها الصيغه اللي احنا بنستخدمها كمعادله في حاله الكلوزد سيستم. خد بالك لو قسمت على الماس هجيب سبيسيفيك. طيب لو حاله الاوبن سيستم ايه الاختلاف؟ ما هو نفس الكلام، التوتال انرجي هيساوي الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي، بس في ترم جد كده عندي اسمه الاتش. انا عايزك ما تلخبطش بين الاتش اللي خدتها مع دكتور تامر اللي هو كان في عندي حاجه اسمها الكيو كونفكشن كانت بتساوي اي اتش دلتا تي، دي اسمها اتش بتاعت الكونفكشن. ما تلخبطش ما بينها وبين عندنا احنا في الثيرمودينامكس هنا حاجه اسمها اتش فور انثالبي. ايوه يعني ايه اصلا انثالبي؟ تعال نقارن ما بين حاجتين اتنين. انا عندي تانك بالمنظر ده او كوبايه بالمنظر ده فيها ميه، خلاص كده H2O. المياه دي موجودة عند درجة حرارة ولتكن حرارة الجو 25 درجة مئوية. هل تتفق معايا ان اكيد بما انها اعلى من 0 كلفن اكيد ليها internal energy ولا ملهاش؟ اكيد ليها. طيب قولي بقى اشمعنى المياه دي ساكنة واختها بالظبط ماشية في ماسورة اهي، ماشية في الماسورة دي نفس المياه وفي نفس الوقت عند 25 درجة مئوية. الله، اشمعنى دي بتتحرك على الشمال ولا ايدك اليمين دي تتحركش؟ سؤال، العيد الشمال دي مش اكيد بان التمبريتشر 25 يبقى اكيد ليها يو ولا ملهاش؟ وقد اليو دي ولا لا؟ قد اليو عشان ذاكرت بالظبط. فهي من ناحيه ليها انترنال انرجي الجزيئات ليها حركه انتر اكشن فايبريشن فليها نفس اليو. ايوه بس في اختلاف. ايه هو الاختلاف بين اليمين والشمال ما بين الساكن والمتحرك؟ ايه الفرق؟ في انسياب، في فلو. اذا انا عشان اخلي الماده دي بدل ما كانت ساكنه تتحرك، لا ده انت جايب حاجه اكيد زقت بيها الميه دي، في عندي ترومبه في الاصل زقت، في عندي تانك على ارتفاع عالي زق. فالفلو انرجي لو جمعنا بقى ان انا عندي كمان طاقه اسمها فلو انرجي زائد كلمه الانترنال انرجي مجموعهم على بعض بتوع الثيرمو سموهم ايه؟ سموهم حاجه اسمها الانثالبي. طب ما هو عشان يبقى في فلو انرجي، خد بالك انت لسه قايل لي ايه، انا ماسوره اهي وفيها ماده بتتحرك. الله، طب ما الباوندري اهو وفي ماس بتعبر الباوندري، يبقى ده اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ اوبن سيستم. عشان كده دايما هتعامل مع الاوبن سيستم هتلاقي نفسك بتتعامل مع الانثالبي، بعكس كلوز سيستم وفي ميه بالمنظر ده خلاص ساكنه ما بتتحركش، هتتعامل مع مين؟ مع الانترنال انرجي. يبقى فرق ما بين الانترنال انرجي وبين الانثالبي هو طاقه الانسياب الفلو انرجي. واضحه الحكايه دي يا شباب؟ طيب لو تعاملنا بصيغه التوتال، يعني التوتال انثالبي التوتال كينيتيك انرجي، خد بالك اننا بنتكلم على انرجي يعني وحدتها في الاخر جول. ايوه بس لو بتعامل مع الكينيتيك انرجي خد بالك هي جول، لكن هي من الناحيه الثانيه جت منين؟ كينيتيك انرجي عباره عن ام سي سكوير على الاثنين كوحدات، الام بالكيلوغرام والسي ده متر سكوير بير سكند سكوير، يبقى متر سكوير بير سكند سكوير تمثل برضك بالنسبه لي الايه؟ الجول. يبقى هي من ناحيه جول كوحدات ومن ناحيه ثانيه متر كيلوغرام لكل متر سكوير بير سكند سكوير. طب وعجل ونفس الكلام البوتنشال انرجي اهو، البوتنشال انرجي لو ببص عليها ام جي في زد الارتفاع، طب ما هو الزد ده وحدته المتر، عجله الجاذبيه متر بير سكند سكوير، والمات والكتله يعني بالكيلوغرام اهو، يبقى كيلوغرام متر سكوير بير سكند سكوير، ده في نفس الوقت ده انرجي يبقى وحداته كمان جول. يبقى ناخد بالنا من كلمه جول تمثل ام جي زد اللي هي كيلوغرام متر سكوير بير سكند سكوير. طب لو تعاملنا مع صيغه السبيسيفيك، يعني ايه كل الخواص دي هي بروبرتي وفي نفس الوقت هي انرجي لكنهم خواص غير اصيله، لو قسمتهم على الماس
هجيب حاجه اسمها السبيسيفيك انثالبي، سبيسيفيك بوتنشال انرجي، وسبيسيفيك كاينتيك انرجي. اهو سبيسيفيك انثالبي، سبيسيفيك كاينتيك انرجي، سبيسيفيك بوتنشال انرجي في حاله الاوبن سيستم. اخد بالي بقى من الوحدات. ايه الوحدات؟ ما هو كونك بتقول لي سبيسيفيك كاينتيك انرجي معناه انك بتقول لي ها شلت الماس، يبقى قسمت على الماس، يعني بقت عندي سي سكوير وخاص على الاثنين. دي وحدتها ايه يا باشمهندسين؟ ها متر سكوير بير سكند سكوير. ايه ده؟ هو متر سكوير بير سكند سكوير دي تنظر ايه بقى كجول؟ خد بالك بقى بالجول ده، جول بير ها كيلوغرام. بنفس الكيفيه البوتنشال انرجي اهو بتتكلم على جي زد. طب وحدتها ايه؟ متر سكوير بير سكند سكوير اللي هي مين؟ اللي هي جول بير كيلوغرام. يعني ناخد بالنا من حكايه الوحدات، ان سكند سكوير بير متر سكوير بير سكند سكوير هي عباره عن الجول بير كيلوغرام. واضح شويه القصه ديت؟ اي سؤال في ان انا ازاي بحسب التوتال انرجي لاي سيستم؟ طيب جميل. طيب نيجي الموضوع كده في الاخر قبل ما نخلص، اللي هو الميكانيكال انرجي. الحقيقه ان انت زي ما انت شايف كده، عايزك تبص كده على الاجهزه اللي انت شايفها قدامك دي. تعال نبص على اول حاجه اللي هو على ايدك الشمال، جهاز ده. جهاز ده عباره عن بنسميه تربينه مائيه، زي شبه التربينه اللي موجوده في السد العالي كده. عباره عن ايه؟ باخد الميه اللي على ضغط عالي نتيجه ان ليها هد عالي، تقوم تدور لي مجموعه ريش كده على تربينه، تقوم ايه تحرك لي الجنريتور يقوم يطلع كهرباء. تمام كده؟ طيب تعال نبص على اللي تحتها. اهي نفس اي سد العالي اهو، ميه نازله منه على تربينه جنريتور تطلع كهرباء وناخدها بعد كده نوديها المدينه. نفس الكلام لو بنتكلم تحت الارض دلوقتي، في حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها التيارات البحريه. بستفاد من التيارات البحريه اللي في المحيطات ديت ان انا ممكن اعمل التايدل انرجي، ان انا اركب مراوح زي ما انت شايف كده تحت المايه اهي، شايف بتدور اهي المايه تروح ماشيه فيها، تقوم تدور لي المراوح دي وتشغل بيها جنريتور. الويند انرجي اهو زي في عندنا في الزعفرانه، في عندنا ويند فارم. الويند فارم ديت اهو الهواء بيخش عليها يقوم يدور لي مراوح التربينه تقوم تشغل لي الجنريتور، اخد الجنريتور ده اطلع منه كهرباء واحطها على الشبكه القوميه. نفس الكلام لو انا عندي حاجه كده اللي هي البامب على ايدك اليمين فوق في الكورنر اهي، ترمبه الميه. ترمبه الميه دي بتعمل ايه؟ انت بتشغل جوه حاجه زي ما انت شايف كده بليدز كده عماله تدور اهي، بدخلها حركه دورانيه جايه من الحركه دي، ان انا عندي الكتريك موتور خد كهرباء وحولته الى حركه، خدت الحركه دي شغلت بيها الشكل اللي انت بتشوف بتدور ده، القلب اللي بيدور ده، يقوم يعمل ايه في الميه اللي لونها اخضر؟ عمال ياخدها ويزقها بضغط. تمام كده؟ نفس الكلام لو انا عندي في النص كده بصيت كده هتلاقي في حاجه عندك بتدور اهي، دي بنسميها البليدز او الامبلر بتاعت البامب اللي موجوده في معظم البيوت دلوقتي، بيركبوا ترومبه تحت في العماره عشان ايه؟ يزق لك الميه لغايه الدور الاخير. طب وايه اللي حركها دي اصلا؟ ما هو الكتريك موتور، والكتريك موتور حولت الكهرباء الى ميكانيكال شافت، الشافت شغل الجنريت الامبلر دي او الترومبه دي ورفع بيها الميه. اللي انت ملاحظه في كل الاجهزه دي ان الاجهزه دي كلها ميكانيكال انرجي، في الاخر في عندي ميكانيكال انرجي. طيب سؤال، اي جهاز من دول هل هو اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ يعني اي جهاز من دول لو كده عملت باوندري، عملنا باوندري يا شباب، عملنا باوندري هيبقى اوبن. اوبن سيستم. جميل صح، كويس جدا. طيب لما نيجي نتعامل على الاوبن سيستم، بتعامل معاه بالانثالبي ولا بتعامل معاه بالانترنال انرجي؟ الانثالبي او لسه قايل من شويه، او انا هاخد فعال الانثالبي. فلو حتى استخدمنا السبيسيفيك انثالبي، ها كاينتيك انرجي وبوتنشال انرجي. بس احنا من شويه بنتكلم على الانثالبي ده، فاكر احنا قلنا ان هو كام حته؟ ها قلنا ان هو بيساوي الانترنال انرجي زائد طاقه الانسياب. طاقه الانسياب اللي هي بيسموها البي في، لما جم يعرفوا ايه هي طاقه الانسياب، انت ضغطت الفلويد عشان يتحرك فاكيد في ضغط، والفلويد ده ليه فوليوم فاكيد فوليوم بيتحرك، فطاقه الانسياب هي البي في الفي. طب لو اشتغلت بصيغه السبيسيفيك يبقى بقول انترنال انرجي سبيسيفيك وبقول بي في سبيسيفيك. طب انت من شويه قايل لنا ايه؟ قلت لنا خد بالك ان السبيسيفيك فوليوم ما هو الا مقلوب الدنستي، صح ولا لا؟ عشان لسه قايلين من شويه اهو ان السبيسيفيك فوليوم ما هو الا مقلوب الدنستي. يعني انت عايز تقول ايه؟ ان انا ممكن اشيل الترم سبيسيفيك انثالبي واعوض عنه ها
بالترم ده internal energy وكلمة زائد B على رو. لغاية دلوقتي متفقين معايا ولا حد مش مقتنع بالكلام ده؟ تمام. الأجهزة بقى اللي أنا شرحتها من شوية دي ما بين نقطة واحد وبين نقطة اتنين، ما بين واحد واتنين، ما بين واحد واتنين، من واحد واتنين، هل في تغير في التمبريتشر؟ يعني قبل ما اخش السيستم ولما خرجت من السيستم هل في تغير في التمبريتشر؟ مفيش. لا يبقى كده التمبريتشر في المسائل دي اخو بالك ده كل ده ميكانيكال ايه، احنا بنتكلم على ميكانيكال ديفايسز ميكانيكال انرجي، ده كلام بس سبيشال اهو. هلاحظ بقى ان بما ان انا عندي التمبريتشر ثابته يبقى اخبار اليو ايه ثابته. حلو. طب لو انا عايز اعمل تشينج، عايز اقيس الفرق ما بين نقطة واحد واتنين، هل هيبقى عندي فرق في الانترنال انرجي؟ لا. ليه؟ لان انا اصلا التمبريتشر كونستانت وبالتالي مفيش عندي تشينج في الانترنال انرجي، هي موجوده لكن التشينج التغير بكام؟ مفيش تغير. اذا انا ممكن اقدر احول مسالتي او المعادله بتاعت الميكانيكال انرجي دي اللي هي ايه؟ اهي بي على رو، في سكوير على الاثنين ده اللي هو الكينيتيك انرجي سبيسيفيك، ها، وجي زد ده البوتنشال انرجي. لو انا عايز احسب بقى الجهاز ده اللي هو السد العالي مثلا بطلع منه باور قد ايه؟ اقدر استفاد بالمعادله دي ان اطلع لي انا عندي الميكانيكال باور اللي انا خدته. لو قدرت تعرف الماس فلوريت، مش الماس، الماس فلوريت يعني ايه؟ الماس فلوريت يعني ها ماس على تايم، يعني كيلو جرام بير سكند، اهو ضربتها في الترم اللي هو بي على رو زائد في سكور على الاثنين زائد جي زد، كده جبت ايه؟ قبل وجبت بعد. لو قسمت بقى قبل وبعد او طرحتهم من بعض هقدر اجيب التغير اهو. يبقى التغير في الميكانيكال انرجي ما بين قبل التربينه بتاعت السد العالي وبعدها، او المروحه اللي في الزعفرانه قبلها وبعدها على رو، ها في سكور قبل وبعد، فرق الزد قبل وبعد، هقدر اجيب قيمة الباور كام الميكانيكال اللي انا طلعت لي او انا استهلكتها. مثلا ترمبة اللي عندك في العمارة عشان ترفع لك المية دول ال 12، عايز اعرف بتستهلك قد ايه؟ ما هو انت قبلها كان الضغط كام؟ صغير مثلا 1 بار، بعدها بقى كام؟ بقى 5 بار، بقى 10 بار. حلو، يبقى انا اقدر اعوض فيها بالترمين دول. طب والسرعة قبل وبعد؟ ما هو نفس قطر الماسورة هو وبالتالي السرعة ما فرقتش خلاص. بس خد بالك في عندي فرق زد كان داخله، هعتبر الليفل بتاعها هو زيرو، هو الديتم يبقى زد 1 بزيرو. وطلعت الدور ال 12 عندك الدور في 3 متر، يبقى 3 في 12 يبقى كده انت عرفت كام الارتفاع بتاعك الزد 2، يبقى كده عرفت هي محتاجه مني كهرباء قد ايه. يبقى المعادله دي مفيده في ايه؟ انها تقدر تطلع لي قد ايه باور في حاجه زي الويند توربين او التايدل انرجي ويند توربين او تايدل توربين او الجنريتور بتاع التوربين ده اللي هو متركب في السد العالي بيسموها فرانسيس توربين، او لو انا بتكلم على بيلتون ويل، ولا بتكلم على امبلر للبامب، او انا عندي ترومبه ممكن تكون حتى لو كانت بوست ديسبيسمنت او روتري بامب، كل دول لانهم ميكانيكال ايه شرطهم؟ الفكره كلها ايه؟ ان التمبريتشر قبل وبعد هي وبالتالي الانترنال انرجي قبل وبعد هو فده ساعدني ان انا احول المعادله للشكل او الصيغه اللي انت شايفها في الاخر دي، اهي ان الباور عباره عن ايه؟ اهو ام دوت مضروبه فيه ها فرق البريشر ما بين قبل وبعد على رو، ها زائد فرق الكينيتيك انرجي اللي هو في سكوير 2 وفي 1 سكوير على الاثنين، زائد فرق البوتنشال انرجي اللي هو جي دلتا زد. ده يديني مين؟ يديني الباور، سواء بقى الباور دي انا بعمل لها كونسيومنج ترومبه مثلا محتاجه مني باور، ولا باور بروديوسنج انا بولد او جنريتد بولد من تربينه. واضح يا شباب الكلام ده ولا الدنيا مش واضحه؟ دكتور واحد بص ممكن نعيد من اول اللي هو الريت اوف ميكانيكال انرجي فلوينج فلويد عشان اتوهت من نفسه. اني حته اني حته تالت سطر من تحت في الليزر. الريت اوف ميكانيكال انرجي اوف فلوينج فلويد. طيب انت حاليا متفق معايا انه الميكانيكال انرجي اقدر اعوض عنها
بانها بما اننا بنتكلم على اوبن سيستم ان التغير فيها بيساوي التغير في الانثالبي زائد التغير في البوتنشال انرجي زائد التغير في الكينيتيك انرجي ولا واضحه واضحه تمام اوكي. طيب نيجي لاول حاجه ان كل الاجهزه اللي انا وريتها لك ديت هتلاحظ فيها الاتي اللي هي ايه ان التمبريتشر بتاعتها كونستنت وبالتالي التغير في التمبريتشر بكام بزيرو وبالتالي التغير في الانترنال انرجي بكام بزيرو. طيب نيجي للحته بتاعت الانثالبي. الانثالبي اصلا احنا لما جينا مع بعض وشفناها لقينا انها بتساوي ايه بتساوي اهي الانترنال انرجي زائد ها الفلو انرجي بالظبط. وقلنا ان الترم ده هو نفسه الانترنال انرجي لو قلنا بي على رو ما عملناش حاجه هي هي طبعاً. لكن لو هتيجي نتكلم عليها كتشينج لا يبقى اللي هيحصل فيه عنده تشينج مين دلتا يو زائد دلتا بي على رو. طب ما انت لسه قايل ان دلتا رو يو بكام بزيرو راحت. فانا في حاله الميكانيكال هنا ميكانيكال انرجي يبقى دلتا اي ميكانيكال شرطها ايه اهو ان التمبريتشر كونستانت في الحاله دي اقدر اقول بقى انها بتساوي دلتا بي على رو زائد ها دلتا بوتنشال انرجي سبيسيفيك ودلتا كاينتيك انرجي سبيسيفيك. انا مش عايز بقى الوحدات دي بس اللي هي وحدتها ايه جول بير كيلوغرام او كيلو جول بير كيلوغرام لا انا عايزها كريت كمعدل عشان التايم لازم اسمع التايم. طب وايه اللي هيخليني اقسم معدل على التايم؟ الحين انا هضربها في حاجه اسمها الماس فلو ريت. ايه كلمه الماس فلو ريت دي؟ اللي هي الماس على تايم يعني بيعدي عندي كام كتله في الثانيه. ايوه الوحده بتاعتها ايه ها كيلو جرام بير سكند. حلو يبقى لو ضربت المعادله دي في الماس فلو ريت هنا حولتها ايه بقى لباور ميكانيكال. الميكانيكال باور اللي انا حصلت عليها من الايه التوربينه او الميكانيكال باور اللي انا هديها للايه للترومبه هتساوي كام؟ تساوي ام دوت في دلتا بريشر على رو وها دلتا بوتنشال انرجي كاينتيك وده دلتا كاينتيك انرجي كلهم سبيسيفيك واضح. الوحدات بتاعتهم ايه دلوقتي اهو كيلو جول يروح مع ولا يبقى عندي لا يبقى الجول هيبقى كيلو جرام يروح مع كيلو جرام ويبقى لي جول على سكند اللي هي اللي هي جول على سكند اللي هي مين اللي هي الباور تمام كده. حلو لو انا بقى بطبق انا عندي توربينه اهو ادي الليفل بتاع السد العالي اهو والليفل اللي بعديه اهو حلو يبقى ده هنا عندي الزد او الدلتا زد وفي النص عندي هنا ايه في عندي توربينه الفلو هيدخل فيها ويخرج بالمنظر ده. انت هتطبق بين مين ومين ما بين نقطه واحد اهي وبين نقطه 2 حلو. انت عايز تعرف مين؟ عايز اعرف الباور. خلاص انت عندك القانون بيقول لي ان الباور بيساوي ده ميكانيكال اهو والتمبريتشر بتاعتي كونستانت يبقى اليو بتاعتي كونستانت يبقى مفيش تغير في الانترنال انرجي يبقى هو ما هو عباره عن قد ايه ماس فلو ريت معديه جوه التوربينه مضروبه في فرق البريشر ما بين نقطه 2 و1 على رو ها زائد السرعه بتاعت 2 سكوير ماينس سي 1 سكوير على 2 زائد الفرق ما بين جي زد 2 ماينس زد 1 تمام. الحقيقه ان انا عندي سرعه 1 و2 نيجلكتد ان انا في الاخر همشي على سرعه في الاخر سطح الميه في الاخر هيبقى بزيرو وقبلها بزيرو في الترم ده بزيرو. الضغط اللي فوق اتموسفيريك واللي تحت اتموسفيريك هيروحوا مع بعض يبقى هو في الحكايه انه فعلا السد العالي ما هو الا بوتنشال انرجي فرق بوتنشال انرجي هضربه في الماس فلو ريت اللي معديه في التوربينه طلع قد ايه كام وات خرجوا عندي تمام. طب انا بتكلم على مروحه ويند توربين اهي تركبها والهواء جاي عليها مروحه بالمنظر ده وفي هواء جاي عليها بالمنظر ده السرعات اهي v1 بس بعدها بقى v2. طب الباور كام؟ ما هو نفس الكلام ام دوت اللي معديه دي كام ماس فلو ريت معديه كام في السكند ها مضروبه في فرق البريشر ما هو قبلها وبعدها زي ما هو دلتا بي على رو ما بقاش موجود لكن في فرق ما بين في 2 سكوير ماينس في 1 سكوير على الاثنين في فرق فعلا. طب البوتنشال ده عند نفس الليفل فيبقى دلتا زد في الجي راحت من هنا هقدر اطلع الباور اللي خدتها من الويند توربين وهكذا. عندي مثلا مضخه المضخه دي اهي ده الرمز بتاعها الضغط قبلها كان بواحد بار الضغط بعدها مثلا وليكن ب 20 بار والسرعه هي هي ومفيش فرق في الليفل انا بتكلم عن نقطه واحد واثنين على طول بعدها نفس الليفل اهو. فلما اجي اقول الباور اللي خدتها مني الميكانيكال خدتها مني الترومبه دي كام اهو ام دوت
في فرق البريشر في فعلا بي 2 ماينس بي 1 واخد بالي من الوحدات والاس اي يونت على رو، لكن الكاينتيك انرجي بزيرو تشينج والبوتنشال انرجي تشينج بزيرو. لو في حتى حطه يعني مثلا قول لي كمان في ليفل قد كذا، او يعني مش بتقيس على النقطه 2 دي، خدت 2 دي فوق شويه في فرق في الدايامتر فبخليه فرق في السرعات، مش عوض بهذه الارقام كده. سؤالك انا جاوبت عليه ولا؟ تمام دكتور. اوكي هو انا بس ليه هو لي يعني دخلت معايا الماس في حسابات، ليه ما قسمتش على التايم بس؟ ليه ما ده يعني عملتها بالماس والريت؟ ايوه يعني هتدخله هنا ازاي؟ اقسم المعادله بتاعت الانرجي دي اقسمها على التايم. انه تايم تايم بتاع ايه؟ تايم بتاع اللي حصل فيه ايه؟ هو في شغل ان التايم اللي عدت فيه الماس دي في الجهاز صح؟ ولا تايم بتاع ايه؟ ما هو تايم بتاع حاجه، تايم بتاع ايه؟ فهمت كده. شكرا دكتور. نيجي بقى لحاجه تانية. هو انت قلت لي ان انا قدرت احصل على من الجهاز ده على باور، وليكن مثلا زي ما شفت كام شويه حسبنا احنا التربيه بتاعت السد العالي او التربين. هل لو انا غيرت من طريقه التفكير يعني ايه؟ يعني بدل ما اقسم من نقطه واحد او احسب المساله بتاعتي من واحد لاربعه اللي هي الليفل فوق والليفل تحت، لا ده انا هاخد التربيه نفسها على طول ومدخلها ومخرجها. هل هيحصل اختلاف في الارقام؟ تعال نشوف. لا الحقيقه انه مش هيحصل اختلاف. ليه بقى؟ لان لما اجي احسب ناحيه التربينه على طول كده انت بتتكلم من نقطه 2 دي الضغط اللي عندها هو نفس الضغط عند نقطة واحد ولا اختلف؟ يا شباب المايه بقى اللي عند داخل على وش التربين على طول، ها مدخل التربين على طول، ها الضغط عندها عند 2 هو نفس الضغط عند واحد؟ لا مختلف. بالظبط. ليه؟ لان في عندي رو جي اتش اهو، المايه دي ده ضغطها على ضغط عالي، رو جي اتش ده داخله على التربين. بس انت بعد ما خدت باور من التربينه الضغط اللي خارج ضغطه كبير ولا صغير؟ ضغطه قليل. فلو قست الضغط 2 وضغط 3 قبل وبعد هو ده يمثل لك بالظبط اللي انت خدته كانرجي او باور راحت من التربينه او خدتها من الميه للتربينه ومن التربينه لايه؟ للجنريتور. في الحاله دي السرعه 2 و3 اخبارهم ايه؟ ما هو قد بعض فهم نيجلكتد. في كايتيك انرجي بس الاثنين قد بعض للتشينج بزيرو. طب واخبار البوتنشال انرجي ما بين 2 و3؟ ايوه ما هو 2 ليه بوتنشال انرجي و3 ليه بوتنشال انرجي بس الاثنين نفس الليفل فراحوا مع بعض. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ انك سواء حسبت المساله بالطريقه دي او بالطريقه دي، يعني اخترت النقطه 1 و4 اللي هم سطح الفري سيرفس للميه قبل وبعد، او استخدمت مدخل التربينه ومخرجها، هيطلعك نفس النتيجه. السؤال هو انا في مسالتي الداتا اللي عندي اسهل فين؟ ايه المعلومات اللي عندي؟ هل هي 1 و4 اسهل هتحل المساله بيها، ولا الاسهل استخدم 2 و3 عشان المعلومات عندي بتقول لي الضغط قبل وبعد التربينه بكام؟ واضح؟ اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال؟ طيب هنكتفي بهذا القدر وان شاء الله نشوفكم المره الجايه باذن الله على خير.